بسم الله الرحمن الرحيم. أول حلقة في بداية العام الجديد، ودايما كل سنة وحضراتكم طيبين. أول يناير عام 23، وأنا بتابع الأخبار النهاردة كده، حاجة لطيفة قوي يعني. لقيت بريطانيا العظمى، الدولة اللي هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، دولة العظيمة، فجأة كده قال لك عايزين نعمل صندوق. الصناديق دي بتعمل عندنا بس. قال لك لا لا لا، احنا عايزين نعمل صندوق نجمع فيه 700 مليون جنيه استرليني عشان عندنا شوية مناطق فقيرة ومناطق فيها فقر، فعايزين نعمل بنية تحتية بتاعتها. ده بريطانيا. يعني بريطانيا النهاردة، طبعا الإعلام المعادي وحتى مش المعادي وحتى اللي ايه ما يتكلموش على صناديق بتاعت بريطانيا، هو يتكلم على صناديق مصر. هنا في دولة تاني بقولها، في دولة، لما أنا أكلمك على بريطانيا، لما الأخبار دي تنشر اليوم عشان يعملوا هذا الصندوق، قال لك صندوق اجتماعي نجمع فيه أموال بريطانيا، والله مش مصر. ده احنا أنفقنا مئات المليارات على البنية التحتية، تريليونات من الجنيهات على البنية التحتية. فبريطانيا النهاردة بدأت تفكر، طب هنعمل البنية التحتية دي ازاي في المناطق الفقيرة؟ حتى بريطانيا فيها مناطق فقيرة؟ طبعا. هو انت ما رحتش بريطانيا؟ ده في لندن في اماكن عشوائية، في اماكن عشوائية. شوف في بعض المناطق كده تروح تشوف دي، يقول لك الحتة دي اللي ساكنين فيها مش عارف دول جايين منين وقاعدين فين وفاصلينهم وعايزينهم لوحدهم. حتة تانية تشوفها في وانت بعض المناطق في بريطانيا، في لندن تحديدا، تلاقي اماكن معروفة يعني هناك. الدنيا مش عندنا احنا بس. لكن لما بكلمك على صندوق اجتماعي بيتعمل في بريطانيا، ويمكن تفاصيل الخبر قول لك ايه تفاصيل الخبر، انه الحكومة البريطانية تعتزم، ركز ركز، انشاء صندوق بقيمة 700 مليون جنيه استرليني هذا العام لتمويل أفقر المناطق في البلاد. يعني بريطانيا قال لك بدل ما الموازنة بتاعت البلد عشان في عندنا في عليها فيه عجز حوالي 20 مليار جنيه استرليني، وكنا اتكلمنا على الموضوع ده الفترة اللي كام يوم اللي فاتوا، فقال لك لا هنعمل صندوق لوحده كده، صندوق عايزين فيه 700 مليون استرليني عشان نصرف على البنية التحتية في المناطق الفقيرة في بريطانيا. وقالوا انه سيتم توزيع الاموال من هذا الصندوق الانجليزي. الناس اللي قاعدين في انجلترا اللي بيهاجمونا كل يوم الليل ونهار على الصندوق، ما يتكلموا على الصندوق بتاعهم، انا بكلمهم اهو، بس طبعا هم ما يعرفوش، ما لهمش علاقة بيه، هم عايزين بس مصر، عايزين مصر، مش عايز حد يتكلم طبعا حاجة ايجابية عن مصر خالص. طب انا بتكلم على بريطانيا اهو، بتكلم على حاجة في بريطانيا، حاجة ايجابية في بريطانيا. سيتم توزيعها على المناطق المتروكة والتي نادرا، بريطانيا والتي نادرا ما تحصل على منح حكومية او اموال خيرية. وكان جونسون بدأ في 2019 قال لك هنعمل الصندوق ده بس ما عملهوش، وقال لك انه هيعملوا صندوق اسمه الصندوق المجتمعي. ده بريطانيا اللي هيجمعوا في الفلوس ديت 700 مليون استرليني، وانه تم هذا الصندوق خضع لاستشارات من الحكومة البريطانية، وانهم هيتكلموا عنه بشكل واضح وهياخدوا قرار يوم 26 يناير الحالي. ايه هو القرار في انجلترا؟ هيعملوا صندوق عشان يصرفوا على الناس والمناطق الفقيرة في بريطانيا. صندوق حد يتكلم عليه؟ صندوق في بريطانيا؟ خد اللي جاية بقى بعد شوية اكلمك على اللي جاية. انت عارف بريطانيا، تعرفين النهاردة مجلس وزراء عمل انفوجراف، وانا بحييهم عليه، مركز المعلومات او مركز الاعلام في مجلس الوزراء،
عن الحماية الاجتماعية، واتكلم حتى على مبادرات السيد الرئيس الخاصة بالصحة وقوام الانتظار. سبحان الله، بريطانيا عندهم قوائم انتظار، انتظار كم واحد؟ 7 مليون مواطن ينتظروا على قوائم الانتظار في المملكة المتحدة، الدولة الكبيرة قوي، وفي ناس منتظرة بتقعد 6 شهور في بريطانيا. قدامك اهو، اعلنت وزارة الصحة هناك او الجهة المعنية عن الصحة في بريطانيا، والجارديان نشر التقرير المطول، 7 مليون مواطن قاعدين ينتظروا على قوائم الانتظار في انجلترا. طيب احنا عندنا، عايز اقولك، بيقعدوا 6 شهور، وفي حالات ممكن تصل لسنة في بريطانيا. احنا اقصى مدة حضرتك بتستغرقها شهر، يعني 3 اسابيع او شهر في مصر. شوف بريطانيا، بقول لحضرتك 7 مليون واحد، واحنا بدأنا قوام الانتظار اللي اطلقها السيد الرئيس من عام 2018، تجاوزنا النهاردة 1.5 مليون مواطن اتعالجوا قوام الانتظار، وتعملوا عمليات ضخمة، عمليات كبيرة جدا نتكلم عليها بالتفصيل بعد شوية. ولكن تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة أو الليلة. صندوق النقد الدولي 2023 سيكون عاما صعبا على الاقتصاد العالمي. إحراق ده في فرنسا امبارح، احتفالات رأس السنة، شوفوا اللي بيحصل في العالم. إحراق 690 سيارة ليلة رأس السنة في فرنسا. طب إيه في إيطاليا بقى؟ نشوف إيطاليا. إيطاليا إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية في إيطاليا في احتفالات رأس السنة. ربنا يا الحمد لله. الشرطة الألمانية تطالب بحظر استخدام الألعاب النارية، لأنه تم الاعتداء على أكثر من 30 قسم ونقطة شرطة وموقع شرطي في ألمانيا امبارح بالليل أثناء الاحتفالات رأس السنة. ده اللي بيحصل في أوروبا، حاجة صعبة يعني. CNN القاهرة من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية هذا العام 23، CNN عاملة تقرير مطول بتتكلم على الأهرامات، بتتكلم على المتحف المصري الكبير اللي يتم افتتاحه هذا العام، بتتكلم على الأزهر، بتتكلم على الحسين، بتتكلم على المقاصد السياحية اللي موجودة في مصر، وقالوا كده يعني في أي مكان تتجول هتجد مكان تقدر تزوره في مصر، من أول ما تنزل القاهرة أو عايز تروح الأقصر وأسوان أو عايز تروح اسكندرية أو عايز تروح شرم أو الغردقة أو عايز تروح الواحات. اتكلموا في تقرير مطول على مصر من أفضل 23 وجهة 13 وجهة سياحية في هذا العام. فيتش توقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 108 قرابة 159 أو قرابة 160 مليون، خليهم رقم نحفظه، قرابة 160 مليون عام 2050، رقم مرعب. وزارة التموين تحدد أسعار السلع التموينية مع بداية العام الجديد، وتوجه تحذيرا للتجار، كل حاجة زي ما هي ما عدا المكرونة زادت حوالي تقريبا 2 جنيه، ولكن كل حاجة زي ما هي. فاكرين الأسبوع اللي فات زي النهاردة كنا، أو يوم الأحد اللي زي النهاردة كنا بنتكلم على لما طلعوا حاجة مضروبة كده وقال لك دي الأسعار، فعلا طلعت كلها مضروبة، كلها كانت طلعت مضروبة. المكرونة الوحيدة اللي هي زادت النهاردة، لأنهم بدأوا النهاردة يصرفوا التموين للناس اللي هم أصحاب البطاقات اعتبارا من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 مساء. وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مارس بإذن الله بمناسبة شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. الصين تستعد لحرب اقتصادية مع الغرب. 12 دولة تفرض قيودا على القادمين من الصين في ظل انتشار وباء كورونا. المغرب دي أول دولة عربية يغلق حدوده أمام الوافدين من الصين، إجراء من المغرب. وزارة الخارجية المغربية قالت اعتبارا من يوم 3 بعد بكرة هيكون مفيش حد هيدخل المغرب جاي من الصين أيا كان جنسيته إيه، مش هيدخل الأراضي المغربية. فرنسا تحث دول الاتحاد الأوروبي على إجراء اختبارات كوفيد للمسافرين القادمين من الصين، في مشكلة كبيرة جداً.
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيد. الجيش الروسي امبارح يستقبل عام الجديد واحتفالات رأس السنة بتوجيه ضربات أكثر من 20 صاروخ امبارح أطلقهم الجيش الروسي امبارح من البحر الأسود من خلال البحرية الروسية امبارح على أوكرانيا ومنها العاصمة كييف. وقال الجيش الروسي أن ضربات ليلة رأس السنة استهدفت مصانع مسيرات اللي هي الطائرات بدون طيار درون. CNN في تقرير ليها بتقول أنه الناتو يوشك على إجبار زيلينسكي رئيس أوكرانيا على السلام مع روسيا نتيجة لمشاكل بدأت تظهر عندهم في كل الدول، أنه المخازن بتاعتهم الخاصة بالأسلحة. ولسه كان معانا لواء سمير فرج يوم الأربع اللي فات كان بيتكلم على ده، يوم الأربع أول امبارح كان لواء سمير فرج معانا كان بيتكلم على الخبر اللي قدامكم ده، قال أنه هيجي قريب، والله لسه كان بيتكلم يوم الأربع توقع هذا الخبر. وقال طبعا الدول الاتحاد الناتو بدأت تضج وبقى عندهم مشكلة ومش عارفين يواجهوا الشعوب بتاعتهم، وكمان المخزون عندهم بدأ يبقى فيه مشكلة كبيرة عشان يستلم يعني طيارات جديدة أو مدفعية جديدة أو قذيفات جديدة أو صواريخ جديدة، بتاخد وقت طويل بتصل لسنة وسنتين وثلاثة. وبالتالي أنه بقى عندهم مشكلة النهاردة في حلف الناتو أنهم بدأوا دعموا أوكرانيا، لم يحدث دعم لأي دولة منذ الحرب العالمية الثانية زي أوكرانيا، بدأوا يدوا أوكرانيا عشان يدمروا روسيا. طب وفي الآخر إيه؟ دلوقتي عايزين بيقولوا لزيلينسكي لا لازم يبقى فيه سلام. زعيم كوريا الشمالية يعني كيم أون امبارح عمل لقاء وقال لك عمل إيه؟ يدعو إلى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية، يعني بيقول إن احنا عايزين أكبر عدد من الصواريخ النووية، وضرب امبارح ثلاث صواريخ باليستية تجارب، والنهاردة من ساعة ضرب كمان صاروخ رابع من ساعة. كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية. بريطانيا لسه بكلمكم عنه لسه اهو ترصد 700 مليون جنيه لتحسين المناطق الفقيرة اللي هو الصندوق المجتمعي، صندوق في بريطانيا عملوه صندوق يلموا فيه الفلوس 700 مليون عشان يصرفوا منه يطلعوا منه صندوق كده، يبقى على جنب جنب حكومة ريشي سوناك، ريشي سوناك يعمل صندوق على جنب كده عشان يصرف منه 700 مليون على الأماكن الفقيرة يصلحها ويظبط البنية التحتية ويشوف مشاكلهم ايه عشان عندهم مشاكل في بريطانيا. الولايات المتحدة تواجه أزمة طاقة كبيرة قد تحرم الأمريكيين من الكهرباء في غضون ساعات قليلة. ألمانيا التضخم سينخفض إلى 7% في 23 وارتفاع أسعار الطاقة واقع جديد. البطالة في الهند ده أكبر خامس اقتصاد في العالم، ترتفع البطالة في الهند ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 8.5% تقريبا. لولا دي سيلفا رئيس البرازيل الجديد يبدأ ولاية جديدة رئيسا للبرازيل بتحديات الفقر والاقتصاد، نتكلم على عنده مشاكل كبيرة جدا، بلد فيها 215 مليون نسمة بيواجه تحديات كبيرة، وقال طبعا الأربع سنوات اللي فاتوا حصل فيهم مشاكل، وبالتالي قال عندنا تحديات هائلة في الاقتصاد البرازيلي. خلوا بالكم البرازيل دولة من العشرين الأكبر اقتصاد في العالم، عنده تحديات أهو خاصة بالفقر والاقتصاد. رسميا كرواتيا النهاردة تعتمد اليورو وتنضم لمنطقة شنغن لأنه كان العملة بتاعتهم كونا، بدأ النهاردة يعتمدوا على اليورو، مدين مهلة ليه طبعا أنه الناس تغير العملة الكرواتية في المصارف، وما فيش أي مشكلة خلال حتى منتصف هذا الشهر، وبالتالي اعتمدوا اليوم عملة اليورو. كانوا هم عضو في الاتحاد الأوروبي ولكن ما كانوش معتمدين اليورو، اعتمدوه. وزي ليتوانيا كانت آخر دولة اعتمدت اليورو في عام 15، النهاردة كرواتيا بتدخل لمنطقة اليورو أيضا ومنطقة شنغن. حصاد 22 خسائر جماعية ما عدا النفط والدولار. محافظ دقالية دكتور أيمن مختار يحيل 81 من العاملين للتحقيق بعد تفتيش ميداني مفاجئ، لأن الناس غابت محدش بيروح، بقى فيه هيصة عنده في الدقالية، اتعمل تقرير أحالهم كلهم للتحقيق 81 واحد. على فكرة
اي حد هينزل من السادة المحافظين هيعمل هيلاقي كده. يعني حضرتك وانت فاكر مثلا يعني الدنيا، ارجع لي يوسف خبر الدقالية معلش قبل ما نروح لرونالدو، يعني ده اجراء يعني، وانا بحيي الدكتور ايمن مختار طبعا محافظ الدقالية انه خد هذا القرار وهذا التحرك المهم، وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان يبقى في اجراء يتعمل لما يبقى في حد يعني مره الدكتور خالد ابو فار من المرات اللي نزل ايضا عمل جوله على بعض المستشفيات زياره مفاجاه، حول اطباء وحول تمريض وعمل اجراءات قاسيه، لان هو كده بتنزل بتلاقي بتاخد اجراءات وتلاقي في ناس مش بتعمل شغلها او مش موجوده اصلا. فكل التحيه للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه. نفذت خلال ساعه. بص رونالدو عامل ايه يا جماعه، عامل حاله، او والله عمل حاله، عامل حاله رونالدو النصر السعودي. شوفوا تعرف على مكاسب بيع قميص رونالدو في متاجر النصر. اولا 500، اولا المتجر الخاص بنادي النصر كانوا عارضين 500 قميص تيشيرت عليهم رقم 7 واسم رونالدو اللي قدام حضراتكم. خلصوا في ساعه. خلصوا في كام؟ في ساعه. بيتباع القميص الواحد ب 460 ريال سعودي، ما تضربش بالمصري، ما تضربش في 7 جنيه، خليك في ريال السعودي. عملوا كده في خلال ساعه، كل الكميه اللي كانت موجوده عندهم خلصت خلال ساعه. وعايز اقول لحضرتك دلوقتي، قال لك الاقبال رهيب جدا، كان ناس واقفه طوابير عشان تشتري القميص بتاع رونالدو، مجرد انه مضى ووقع وتم الاعلان عن انضمامه للنصر السعودي، واقبال كبير جدا على قميص رونالدو. وقالوا طبعا بدا النهارده، حتى عبر بدأوا النهارده يتم التسويق عبر الانترنت، وقالوا انه طبعا خلال الفتره القادمه هيتم تسويق قميص رونالدو، لانه بدا اقبال عليه مش من المملكه، من خارج المملكه كمان. فشوفوا عامل ايه كمان الحاله اللي عاملها رونالدو. مودريتش طبعا نجم ريال مدريد، نجم المنتخب الكرواتي، يحسم موقفه من عرض النصر السعودي، وطبعا ربما يكون رفض العرض اللي قدمه النصر السعودي. المملكه العربيه السعوديه والانديتها النهارده بتشتغل على نجوم العالم عشان يعني ينضموا الى الانديه السعوديه. هابي نيو يير، هابي نيو يير، ايه؟ نعم ايوه، ده ترند النهارده. كل سنه وحضراتكم طيبين. نعم، وايه بقى منور؟ منور البرج الايقوني. كل سنه وحضراتكم طيبين، العام الجديد كل سنه وحضراتكم طيبين. برج الايقوني كنا بنتابع امبارح الاحتفالات، ومن البرج الايقوني ومن كافه المناطق في مصر النهارده. عايز اقول لكم حتى الاعلام الدولي امبارح نقل احتفالات مصر ايضا، ولكن خلونا نشوف كمان الفيديو الاكثر مشاهده. ايه هو؟ احتفالات العالم، مصر والعالم يحتفل برأس السنة وقدوم العام الجديد. نتابع.
زي ما احنا بنتابع جانب من احتفالات العالم ودول العالم بقدوم السنة الجديدة والعام الجديد عام 23. بدأنا بمصر والاحتفالات كانت في مصر، بريطانيا زي ما احنا بنتابع طبعا احتفالات كبيرة، اسبانيا زي ما احنا بنشوف، من شوية شفنا ألمانيا، شفنا وهنشوف الصين، هنشوف طبعا روسيا ما عندهمش احتفالات، طبعا لغوا الاحتفالات بقدوم العام الجديد، ولكن بنشوف مختلف دول العالم وجانب من الاحتفالات. بنشوف طبعا البرازيل، بنشوف تايلاند، بنشوف هونغ كونغ، بنشوف طبعا استراليا، نيوزيلندا، عدد كبير من مختلف دول العالم اللي هي احتفلت امبارح بقدوم السنة الجديدة والاحتفالات اللي كانت في مصر احتفالات كبيرة جدا. كانت ادي تايلاند اللي احنا بنشوف قدام حضراتكم، كنا بنتابع وبنتابع طبعا هذه الاحتفالات اللي كانت هي الاكثر مشاهدة. نيوزيلندا طبعا هي اول دولة في العالم بتبدأ العام الجديد. ادي كوريا الشمالية باحتفالات، ولكن احتفالات في كوريا الشمالية، وأثناء الاحتفالات كانت الصواريخ الباليستية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي. الصين وطبعا هونغ كونغ، واحتفالات صاخبة أيضا زي ما احنا بنتابع. العالم كله احتفل ببداية العام الجديد. نشوف حوارنا ايه النهاردة، حوار اليوم. وحوار اليوم طبعا امبارح رئيس الوزراء كنا بنتكلم على الافراجات والبضائع من الموانئ المصريه. هذا الامر لازم يكون ليه تاثير على الارض. طب مين بقى اللي هيقول لنا ليه تاثير ولا لا؟ لانه افرجنا عن البضائع، نفرج عن البضائع، اتلغى الاعتمادات المسنديه، كل ده لازم يكون ليه تاثير على التصنيع، على الصناعه، وليه تاثير على الاسعار. هاي شرفت النهارده نشوف مين. أستاذ أحمد الشيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية. أستاذ علاء الساقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي. هنتكلم في هذا الملف، ونتكلم على السوق واستقبال السوق وانضباط السوق واللي بيحصل، ومصر وما تشهده إن شاء الله عام 23 يا رب إن شاء الله بإجراءات الدولة واخدها، والحكومة بدأت تاخد إجراءات قوية جدا. الهدف النهاردة تخفيف عن الناس وأيضا حتى دعم الاستثمار والاقتصاد، ده هنتكلم عليه ونفتح هذا الملف النهاردة. النهاردة مجلس وزراء عمل إنفوجراف مهم جدا، تكلم على الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية شهادات من الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بيتكلم على مصر عملت إيه، بيتكلم على التقارير الدولية، بيتكلم إزاي على الاقتصاد في مصر، بيتكلم على حتى الوضع الصحي كمان اللي هنوصل له بعد شوية. نتكلم على البنك الدولي والتغير الإيجابي الخاص ببرنامج الحماية الاجتماعية. بنتكلم على البنك الدولي، بنتكلم على الأمم المتحدة، بنتكلم على صندوق النقد الدولي، إيه اللي حصل في موضوع دي رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر. الأول كانوا زي ما قال كده كنا إنه مصر بحاجة، كان البنك الدولي بيقول لنا مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كف لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء. هنا البنك الدولي كان بيلوم علينا، البنك الدولي هنا كان بيلوم على مصر انه ما بتوفرش حمايه كافيه للفقراء وما بتودهمش وما بتعملهمش، واحنا محتاجين يكون في برنامج كف يقدم خدمات حمايه اجتماعيه للناس. طيب بقينا ايه؟ البنك الدولي هو اللي كان بينتقدنا، اللي كان بينتقد مصر انها ما بتعملش. طب النهارده بيقول علينا ايه؟ اقترن برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي مع جهود توسيع نطاق برامج الحمايه الاجتماعيه لتشمل شبكات الامان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي تكافل وكرامة للتحولات النقدية بين أكثر الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري. يبقى هنا شوفوا كنا فين وبقينا، ده البنك الدولي مش احنا، البنك الدولي اللي قال. طيب هنا الأمم المتحدة هناك حاجة ماسة قالت، قالوا كنا حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيدا من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر
وخلق فرص عمل إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية. هنا الأمم المتحدة هي اللي كانت بتقول لنا كده. عملوا إيه بعد كده؟ قالوا إيه؟ واللي هو كنا إيه وأصبحنا إيه؟ أطلقت القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. هنا بنتكلم على حياة كريمة، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هنا بتصل إلى فين؟ الأكثر فقراً، بنتكلم هنا على 60 مليون مواطن، واللي كل يوم عاملين نتكلم عليها ونعرض تقارير محافظات، ويكون معنا السادة المحافظين ونشرح حياة كريمة. الأمم المتحدة قالت إيه؟ بعد ما هنا قالت هناك حاجة ماسة إنه الدولة تتحرك وتروح والعدالة الاجتماعية وتواجه الفقر وتحد من الفقر، هنا قالت لنا أيوة الرئيس والقيادة السياسية عملت المبادرة دي عشان وصلت لتحسين ظروف المعيشية للريف والناس الأكثر فقرا. صندوق النقد الدولي قال تحتاج مصر إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلا عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها. قال لنا إيه بعد كده الصندوق؟ نرحب. الأول كان بيقول لنا اعملوا، تحتاجوا، اعملوا، اعملوا برامج، نفذوا، خدوا تدابير. نرحب بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. طيب اللي بعده إيه؟ نشوفوا اللي بعده. كونمست بتقول، هي اللي قالت كنا إيه؟ كنا مصر يعني كان حجم الإصابة هنا بإيه؟ بفيروس سي، بفيروس سي في مصر مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015. يبقى هنا بينتقدونا عشان إحنا كان لازم نعمل إجراءات مختلفة. طيب قالت إيه تاني إيكونومست؟ قالت إيه على مصر؟ وهنتكلم عن المبادرات دي بعد شوية بتفاصيل كثيرة مهمة بعد شوية. قدمت مصر، يا خبر أبيض، بعد ما كنا محتاجين ونعمل ما كنا كده، ما كنا كده. ويجي يقول لك ما تتكلموش على بلدكم، اوعوا تتكلموا عليها، ده احنا هنتكلم وهنتكلم وهنتكلم، واللي اتكلمناه في 2022 حاجة و23 ان شاء الله نتكلم 30 ضعف. بالمناسبة يعني بدل ما كنا بنتكلم مثلا مرة في 22 ما كناش مرة، احنا بنتكلم كل يوم، المرة دي هنتكلم كل يوم وكل يوم وكل يوم وكل يوم. عجبكم؟ ولا يفرق معانا؟ اهو العالم بيتكلم ايه على مصر؟ مش عايزين ده حد يتكلم على ده بالمناسبة، هم مش عايزين. فقالت ايه؟ قدمت مصر دروسا للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة. يا نهار أبيض، شوفوا كانوا بيقولوا علينا إيه بقى هنا إيه النهاردة؟ طيب تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة بيقول إيه؟ كنا زادت أعداد قاطني، هنا بيتكلم على عشوائيات. يبقى بيتكلم هنا أنت بتعمل حياة كريمة للناس وبتعمل حماية اجتماعية للناس ولا سايبين الناس؟ زادت أعداد قاطني العشوائيات بصورة كبيرة، هنا كان في نقد كبير جدا، مما ولد سلوكيات خطيرة نظرا لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط، مما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائم. ده هنا كان تقرير التنمية البشرية كان بينتقدنا في عشان العشوائيات وتؤدي لمشاكل كبيرة بالنسبة لنا ازاي. هنا قال لك ايه بقى بعد ما اتعمل بقى مواجهة العشوائيات وبدأت تشتغل ازاي والإجراءات اللي خدتها الدولة، المليارات الدولة انفقتها وصرفت الدولة، وشاف الرئيس وقال لك مش ممكن اخلي حد ابدا يعايرنا ابدا تاني باهلنا ابدا. وبالفعل لا يجرؤ احد النهارده يتكلم في الملف ده، بس شغالين عليه لسه. بذلت مصر جهودا كبيره في تعزيز الحق في السكن اللائق، اذ حظيت هذه القضيه بدعم سياسي كبير ادى لتطوير عدد من المناطق العشوائيه، هو مش عدد ده عدد هائل بعد شويه هنتكلم عليه، واطلاق برامج طموحه للاسكان الاجتماعي للفئات متوسطه ومنخفضة الدخل. منظمة الصحة العالمية كان بتقول إيه؟ اعتبر نظام الرعاية الصحية في مصر معقدا للغاية، ومنظومة التأمين الصحي لا تغطي أعدادا كبيرة، وبقول لكم بعد شوية هنتكلم على ده بشكل مفصل،
لا تغطي أعدادنا، بينتقدونا، كانوا بينتقدونا في كل حاجة، صحة، إسكان اجتماعي، كل حاجة البلد تتعرض لنقد هائل، وكان عندهم حق. ما بقولش لا، والله كان عندهم حق، ما حدش كان بيشوف. ما هو بدليل اللي اتعمل، ما لو كانت الحاجة كويسة الرئيس ما كانش عمل، بس لقى الدنيا تعبانة في كل حتة، في كل ملف، كل ملف تمسكه كان تعبان. بيتعمل إيه؟ بيعمل حاجة إيجابية جدا. وأنا اللي بقول ادي الامم المتحده، وادي منظمه الصحه العالميه، وادي العالم بيقول مش احنا، بس احنا بننقل اللي قالوه. كما ان المستشفيات الحكوميه تواجه عراقيل بسبب الطلب الهائل والاداره غير الفعاله والفشل. يا نهار ابيض، الصحه العالميه كانت بتقول علينا كده، والفشل في مواكبه التكاليف المتزايده واداره الموارد. طب بعد كده قالت ايه الصحه؟ هي منظمه الصحه العالميه. يعني كانوا بيشتكوا مننا وبيقولوا علينا في حاجات فيها فشل ومفيش إدارة ومفيش، النهاردة بيقولوا إيه؟ سبحان الله، هم اللي قالوا. قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام، نثق في نجاحها وندعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين. يعني بدل ما كان عندنا 58% من عدد السكان، هيشمل كل سكان مصر. اللي بعده، الحماية الاجتماعية بقى هنا، خلي بالك عشان بس تعرف البلد عملت ايه، ايه اللي حصل في المنح والمزايا. كنا في 13-14 بنصرف، ننفق على منح ومزايا اجتماعية 229 مليار جنيه. قول 229 مليار جنيه في امتى؟ 13-14. طب 21-22 كام؟ ارتفع الى 343.5 مليار جنيه، من 229 مليار الى 343.5 مليار جنيه، بزياده حوالي 50%، اكتر من 50% الزياده على نسبة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. طيب، فيما يتعلق بقيمة الدعم النقدي تكافل وكرامة، كان في 2013-14 5 مليار جنيه، كان اللي بينفق تكافل وكرامة في 2013-2014 الرقم كله 5 مليار. طب 21-22 ارتفع كام؟ 4 أضعاف، بقينا 20 مليار جنيه. ده الدعم النقدي 20 مليار جنيه من 5 مليار في 2013. ما ده فلوس يا جماعة راحت للناس، دي ملايين الناس استفادوا من ده، استفادوا من ده. يبقى أنت هنا بتعمل برامج حماية اجتماعية حقيقية ذات 4 أضعاف، كام؟ 20 مليار جنيه بدل 5 مليار. طيب، قيمة دعم السلع التموينية اللي كنا بنتكلم عليها كانت في 2013-14 35.5 مليار جنيه، بقت في 21-22 96، حوالي 97، رقم مقطوع وقريب، 97 مليار جنيه، من 35.5 مليار في 13-14 إلى قرابة 97 مليار جنيه 21-22. شوفوا حجم 3 أضعاف الدعم اللي زاد على السلع التموينية اللي هم الأكثر احتياجاً، الفقراء، المحتاجين، محدودي الدخل، الحماية الاجتماعية الحقيقية. شوفوا الأرقام ارتفعت قد إيه، ويقول لك قال الدولة اوعى تتكلموا عن البلد، اوعى تتكلموا، أصل لو اتكلمتوا هنشتمكم، اشتمونا. 2013-14 29 مليار جنيه كانت بيتم انفاقها مخصصات مالية لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كام؟ 29 مليار و200 مليون جنيه. يبقى امتى؟ 2013-14، خد الرقم بقى ده اللي جاي 21، بتكلم ده انت ما وصلتش 30 مليار في 2013-14، اجي في 22 اوصل ل 180 مليار جنيه، زدت 6 اضعاف مخصصات ماليه للهيئه القوميه للتامين الاجتماعي من اقل من 30 مليار في 13-14، بوصل النهارده لرقم 180 مليار جنيه. نتكلم في ايه حضراتكم؟ طيب، قيمة الدعم الإسكان محدود الدخل ده كان أقل من 8%، مفيش. نتكلم على كام؟ 80 مليون؟
كان محدود الدخل دعم إسكان اجتماعي بقى كام؟ 5 مليار و400، 5 مليار ونص في 21 22. شوف الأرقام تضاعفت ازاي، شوف الأرقام بقت كام. ادي الحماية، ادي اللي بيتعمل، ادي اللي بيتعمل الدولة، ادي الحماية، ادي اللي بيتعمل للدولة. نروح الملف الثاني اللي بعده. طيب خلينا نروح للدكتور خالد أبو غفار وزير الصحة. سيادة وزير، أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. أنت بالصحة والسلامة يا أستاذ أحمد. خلينا نبدأ بملف الصحة ونبدأ بالإنفوجراف اللي أنا هكلم حضرتك عنه، اللي هو آخر واحد يوسف لو سمحت، رقم 11، اللي هو الخاص بالرعاية الصحية اللائقة وقوائم الانتظار وغير القادرين. أيوه خلينا ده سيادة الوزير اللي قدامنا. خلينا نتكلم الاول على قوائم الانتظار، لانه كنت في الاول بتكلم على بريطانيا. قول لنا يا فندم، مصر ايه بالمقارنه لبريطانيا على ارض الواقع؟ لا انا هكلمك على نفس الـ يعني نفس الـ الـ الشكل اللي انت بتتكلم فيه على موضوع الدعم بشكل عام للدوله عملته في القطاعات المختلفه، وهكلمك على قطاع الصحه. اتفضل. يعني قطاع الصحه كان في 2014 ميزانيه وزاره الصحه اول عن اخر حوالي 32 مليار جنيه. النهارده احنا بنتكلم على عدة ال 130 مليار جنيه، يعني بنتكلم على اكتر من 300% من الرقم اللي كان موجود في 2014. عظيم. طبعا الحاجات دي راحت فين؟ راحت في مبادرات رئاسيه، 12 مبادره رئاسيه اللي حضرتك ذكرت واحد منهم فقط، وهي قوائم الانتظار اللي هي بتشتغل على اجراء عمليات جراحيه متقدمه لحوالي 1,500,000 مواطن. تم اجراء عمليات ما بين زراعه كلى، زراعه كبد، جراحات اورام، مخ واعصاب، زراعه قوقعه، تغيير مفاصل، قساطر قلبيه، قلب مفتوح. كل اللي انا بحكي لك عليه ده بيتعمل من خلال ما يطلق عليه مبادره السيد الرئيس لقوائم الانتظار، اللي اتكلفت لحد النهارده عدت ال 13.5 مليار جنيه في اقل من 3 سنوات، ومستمرين. لان طبعا تعلم سيادتك ان لا يوجد شيء اسمه القضاء على قوائم الانتظار، لان طالما هناك يعني في انسان هيبقى في احتياج لقوائم الانتظار انها نبتدي نشتغل عليه. نعم. فاذا هي الدعم الذي توليه الدوله المصريه في قطاع الصحه من كيانات، مستشفيات جديده، من منظومه تامين صحي شامل، من القضاء على فيروس سي، من مبادرات للانيميا والتقزم، من ملفات يعني تقدر تعتبرها في كل المجالات بنشتغل عليها بالتوازي في نفس التوقيت في كل محافظات مصر التقليدية. طيب سيادة الوزير، عندي النهارده قوائم الانتظار، لو انا اتكلمت على هذا الملف كان قد ايه الاول، ووصلنا فين النهارده، واقصى مده حد ينتظرها عشان يعمل عمليه جراحيه كام عندنا في مصر؟ ده سؤال مهم جدا. اولا ما كانش عندنا حاجه تقول الناس اللي تعبانه او اللي عنده مشكله يقدر يبلغ مين او يروح فين. النهارده بقى عندنا البوابه الالكترونيه لوزاره الصحه او رقم 15300 يتصل بيه اي مواطن سواء بالطريقه دي. فقبل 2014 او قبل بدايه قوائم الانتظار بمعنى اصح، ما كانش عندنا حصر دقيق لكم المعاناه اللي بيعاني بيها اي انسان مستني عمليه قلب مفتوح، او حصل له ازمه محتاج يركب له دعامه، او مش عارف يمشي محتاج مفصل صناعي، وما شابه ذلك من علاج اورام وعلاج الى اخره. نعم. لكن من بعد ما تم تكوين المبادره بكل مكوناتها، بقى عندنا حصر دقيق جدا اللي انا بحكيه لحضرتك عليه، وبقى عندنا ويتنج ليست او عندنا ويتنج تايم، او بمعنى اصح الفتره الزمنيه اللي ينتظرها المريض بعد ما بيسجل حالته الصحيه على ال 15300 او الموقع الالكتروني للوزاره، بيتم التواصل معاه من خلال الغرفه في خلال ايام معدودة علشان نبتدي نوجهه ونرفع أوراقه على الأماكن اللي احنا بنتعامل معها، سواء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، الجامعة، القوات المسلحة، الشرطة، القطاع الخاص. حجم التعامل من خلال وزارة الصحة في كل الاتجاهات علشان نقدر نطمئن ان لو في مكان زحمة شوية بننقل بشكل إلكتروني على المريض ونتابع معاه لحد ما نطمئن ان عمل الجراحة. اذا الإجراءات اللي احنا بنقول عليها بالنسبة لنا بتوصل لثلاث اسابيع لاربع اسابيع على حد اقصى، واللي انا بقوله لك ده بيتابع من سياده الرئيس. وعلى طول سواء الدعم المادي اللي احنا بنتقابل بيه، وطبعا طبيعي جدا في ظل الظروف الاقتصاديه العالميه، لان طبعا انا اللي بكلمك عليه ده كله بيجي من بره، وكله بيجي بعمله صعبه. سواء دعامات او سواء مفاصل او سواء قساطر طرفيه او اي اجراءات جراحيه من الات ومعدات ومستلزمات، دي كلها عمله صعبه. ولكن الدولة المصرية وآخرهم النهاردة كان من شوية مع دولة رئيس مجلس الوزراء، اللي وجه ان كل الخامات
والمعدات اللي موجوده في الجمارك يفرج عنها فورا. كويس. احنا طبعا عاملين احتياطي زي الاحتياطي اللي بيقضينا حوالي 3 شهور او 6 شهور، لكن يعني اولويه قصوى لكل الالات وكل المعدات وكل المستلزمات والادويه الجراحيه. فاذا احنا بنتكلم على منظومه الحد الاقصى فيها في بعض الجراحات تصل الى شهر، تصل الى شهر ونص، وبعض الاجراءات بتصل بها الى ايام معدوده بيتم التعامل مع الحاله طبقا لخطورتها. طيب سيادة الوزير، لو انا بتكلم النهارده على اولا هذه المبادرات ومدى يعني تاثيرها على الناس او يعني خدمه المواطنين، العلاج قد ايه على نفقه الدوله، بيكلفنا قد ايه، حتى على مدار 7-8 سنين اللي فاتوا فيما يتعلق نفقة الدولة فقط. احنا بنتكلم على يعني ما يقرب من حوالي 7 مليار جنيه سنويا بيطلعوا فيه من خلال قرارات علاج على نفقة الدولة، ودايما بنصل الى 9 مليار، وبترشح طبعا في ضوء زيادة اسعار الخدمات انها بنعلى عن كده. لكن انا عايز اقوله لك ان حتى الارقام دي لما بنصل الى بعض الاحتياج بنتقدم على طول لوزارة المالية وبيحصل دعم فوري. يعني لا يوجد ابدا اي تاخير فيما يخص الدعم على مستوى المنظومه الصحيه لصدور قرارات. واحنا بنشتغل في مشروع ضخم جدا دلوقتي تم عرضه على السيد الرئيس، ان احنا بنطور في 5400 وحده رعايه اساسيه موجودين في كل محافظات مصر، اللي هي انت لو تذكر طبعا بالنسبه للقريه هتلاقي ان دايما الناس كانت تروح للوحده الصحيه. السيد الرئيس ادانا تعليمات ان هذه الوحدات يتم تعظيم العمل فيها وتبقى العمل مستمر يصل الى 8 مساء باضافه عيادات تخصصيه واضافه طبيب اسره موجود. والتكلفه اللي انا بحكي لك عليها لل 5400 سنويا هتصل الى 6.5 مليار جنيه، واغلبيتهم رايحين في يعني حوافز للاطباء لمحاوله ان احنا نستبقي على اطباء موجودين في الوحدات الصحيه ويقدموا خدمات بجوار كل مواطن في كل قريه في كل محافظه. وده مشروع ضخم جدا هيحقق يعني المبادرات الرئيسية هيتم تعظيمها من 100 مليون صحة، هيحقق موضوع الرعاية الإنجابية وتنظيم الأسرة لنفس بتقدم من خلالها رعاية الأطفال من أول سن يوم عشان التطعيمات لحد كبار السن اللي هي فوق 65 سنة. إذا المشروع الرئاسي لدعم وحدات الرعاية الأساسية ده مشروع ضخم جدا هنبدأ فيه من يوم 1 اللي هو النهاردة، والحالة الأولى 251 وحدة على 21 محافظة، ينتهي في 30/6، مع نهاية هذا العام نوصل ل 1008 وحدة، مع نهاية 24 نخلص ال 5400 وحدة صحية. ده ضمن حياة كريمة ولا مختلف؟ لا لا، ده كأننا بنعمل حياة كريمة في حياة كل كريمة منظمة الصحة، وكأننا بنبتدي في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هي بتعتمد بشكل كبير على وحدات الرعاية الأساسية في كل المحافظات. انا قلت 21 محافظه لان في 6 محافظات الخاصين بالتامين الصحي الشامل دول بدانا فيهم هذه المنظومه، لكن احنا بنسبق علشان نستعد عند حدوث اي منظومه التامين الصحي تصل الى محافظه بعينها نكون تسجيل المواطنين على مستوى الوحده في نطاق القريه او نطاق المركز مستعدين ليه، ونقدر ان احنا نكون قدمنا خدمات صحيه متميزه قبل حتى ان يصل منظومه التامين الصحي لهذه المحافظه. هل ده يمكن جزء من زيارات حضرتك الميدانيه امبارح؟ حضرتك كنت في المنوفيه يوم كامل في المنوفيه عشان تشوف كمان احتياجات المحافظات بالنسبه لهذه الوحدات الصحيه؟ ده اكيد، ولكن طبعا المحافظات عندنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا استاذ احمد هي دوله بعينها، يعني محافظه المنوفيه 5 مليون مواطن، فيها حوالي 9 مراكز وفيها 10 مدن. احنا امبارح زرنا منوف وزرنا سيرس الليان وزرنا شبين وزرنا يعني كل الجهات التابعه للمحافظه، وده علشان نقدر نشوف المستشفيات اللي هي سواء رفع كفاءه او مستشفيات التامين الصحي او امنه المراكز او المستشفيات التعليميه زي شبين التعليمي اللي فيها اكثر من 500 سرير وفيها كل الخدمات الطبيه، بنشوف اذا كانت المحافظه ناقصه مركز اورام، بناخد من تكليف من سياده الرئيس بانشاء مراكز اورام في كل المحافظات، بناخد تكليف ان احنا يبقى عندنا نقاط ارتكاز في مدن رئيسيه زي ما احنا بنعرض على ستة وعلى في منوف ان يكون فيها اماكن تسع الى الخدمات الصحيه. فاذا الزيارات الميدانيه بنقدر نقف فيها على نقاط الضعف اللي اكيد موجوده ونقاط القوه، ونحاول ندعم المنظومه في كل محافظه، ونلتقي باعضاء مجلس النواب ونلتقي مع القيادات التنفيذيه عشان نسهل يعني المواطن البسيط يصل للخدمات اللي احنا نتمناها. سيادة الوزير،
فيما يتعلق ببعض الناس عندهم مخاوف من اللي بيحصل في الصين، احنا بالنسبه لنا ايه الوضع اولا في مصر؟ طمنا على وضع كورونا في مصر الاول قبل ما نروح لملف الصين. لا احنا الحمد لله الامور مستقره جدا، ويعني ما تم من اجراءات خلال يعني جائحه كورونا من التعامل معها على مستوى المؤسسه المؤسسات المختلفه طبعا وفي الدوله، قدرنا ان احنا نصل الى مرحله يعني الى حد كبير ما عندناش اي حالات بنكتشفها يوميا، حتى الحالات العاديه اللي هي بيتم التعامل معها بشكل منزلي لا نرصد ما نرصدش ابدا زياده في عدد حالات العنايه المركزه او دخول المستشفيات او حتى فيما يخص حالات الوفيات اللي احنا بنتابعها بشكل دقيق. فاذا احنا في احسن فتره يمكن مرت علينا في خلال الثلاث سنوات، لان دايما كان عندنا هذكرك ان شهر ديسمبر وشهر اول يناير كان دايما يعني زي ما تقول قمه الموجه كانت بتبقى في هذا التوقيت، لكن اطمن سيادتك ان لا يوجد عندنا اي شيء يدعو الى ان احنا نبقى قلقانين في هذا التوقيت، بالعكس الامور ماشيه على قدم وساق، وحتى الفيروسات المخلويه اللي هي التنفسيه العاديه اللي كنا بنشوفها اللي زادت شويه في بدايه شهر او في منتصف اكتوبر واوائل نوفمبر بقينا نرصد دلوقتي انتصار ايضا يعني حجم الاصابه على مستوى المدارس او مستوى الاطفال اللي احنا كنا بنرصدها من شهر. فالامور مستقره جدا ولا يوجد جدا. التحورات اللي حاصله في مختلف الدول الحمد لله مش موجوده عندنا؟ لا ما فيش، ما تقدرش بعد اللي احنا شفناه ان انت تضمن ان يكون، احنا طبعا عندنا جهات الرصد المختلفه بوزاره الصحه من العام المركزيه بتقدر ترصد الحالات وبنقدر نعمل لها تحليل جيني وتسلسل جيني عشان نقدر نبلغ في على مستوى منظمه الصحه العالميه. فما نشهده من العالم ما فيش جديد، حتى التحور اللي حضرتك بتشير اليه في الصين هو متحور بسيط جدا، يمكن بيتميز اكثر بسرعه الانتشار لكن لا يوجد له اي مرضه او لا يوجد له اي اثار يعني نقدر نقلق منها عن المتحورات الاخرى، وبالتالي هو زي ما نقول متحور فرعي من المتحور اوميكرون، وده مش موجود بس في الصين الحقيقه، هو موجود في دول كثيره، واحنا كان عندنا حاله يعني 50 سنه اكتشفناها عاديه جدا، يعني حتى اعراض بسيطه ما فيش فيها اي شيء يعني، بس احنا من ضمن الرصد بتاعنا احنا بنقدر نتابع حجم الاصابات واذا كان في اي متغيرات، لكن اللي يوجد عندنا لا انتشار ولا يعني زياده في الاعراض عن الطبيعه. طب المتحور ده انتشاره اكتر ولا يعني خطورته اكتر ولا يعني في حالات بيسبب وفيات ولا نادر؟ لا ولا وفيات ولا خطوره من ضمن الاعراض، ولكن الانتشار زي الانتشار الاوميكرون، يعني هو بما ان هو متفرع او متحور فرعي من الاوميكرون فهو نسب الانتشار فقط هي الزياده، ولكن الاعراض برضو اعراض متوسطه لبسيطه اللي هي كلنا شفناها وتعلمناها خلاص بقى الفتره اللي فاتت، اللي هي شويه رشح وكحه وارتفاع بدرجه الحراره وتكسير في العظم، وثم تنتهي الامور دي بعد يعني ما بين 4 5 ايام وساعات تطول لاسبوع، ولكن لا يوجد لها لا داعي لدخول مستشفى، لا يوجد لها اثار تؤدي الى وفيات او ما شابه ذلك. لكن احنا دايما برضو بما ان لم يعلن من خلال منظمه الصحه العالميه بانتهاء الوباء، وبالتالي الاحتراز وخصوصا في فتره الشتاء وفتره يعني الانغلاق اللي موجود في المدارس وفي المواصلات العامه، احنا بننصح دايما ان هنا بقى المواطن هو رقيب نفسه وهو اللي بياخد باله، يعني ما فيش مشكله انك تكون دايما بتحمل الكمامات عشان لما تكون موجود في مكان انت مستشعر فيه ان التهويه بتاعته غير جيده انك تكون بتحمي نفسك عن طريق، او لو انت عندك اي اعراض وحتى لو انت متاكد انها اعراض بسيطه جدا وانفلونزا، التحضر زي ما احنا كنا بنشوف زمان في اليابان ان من قبل الكورونا ان الناس ماشيه في الشارع وهي لابسه الكمامات حفاظا على الاخرين، فهي ده وعي وثقافه لابد ان نكتسبها بعد مرورنا بازمه كورونا. سيادة الوزير حضرتك أشرت من شوية لاجتماع حضرتك مع رئيس الوزراء اليوم، إيه اللي موجود في المواني اللي هيتم الإفراج عنه، الكميات قد إيه، إيه المستلزمات اللي موجودة اللي هيتم الإفراج عنها وحجم التمويل اللي محتاجاه؟ والله إحنا كنا بنتكلم بعد ما اجتماع مع دولة مجلس الوزراء، كمان كان عندنا اجتماع مع رئيس هيئة الشراء الموحد وفريق العمل علشان نأمن احتياجات وزارة الصحة والسكان أو المنظومة الصحية بشكل عام خلال عام 23، وكان اجتماع مثمر جدا لأن كل قيادات الوزاره بقطاعاتها المختلفه مع كل قيادات هيئه الشراء الموحد اللي طبقا للقانون هي المسؤوله عن توفير كافه الاحتياجات من ادويه ومن مستلزمات ومن مستهلكات.
وزي ما قلت لحضرتك يعني احنا دايما بنعمل احتياطنا ان بما ان في ازمات عالميه مخزون استراتيجي يعني طبعا، ومخزون استراتيجي بتعتمد فيها كمان على سلاسل الامداد اللي تاثرت خارجنا خالص، يعني حتى المصانع بره نتيجه الطاقه طاقتها الانتاجيه قلت، وده بينطبق على المصانع بشكل عام والمصانع الخاصه بالمنتجات الصحيه والمستلزمات، وبالتالي احنا بنستبق الاحداث وبنقدر ان احنا، اما ما يخص ان الحاجات اللي موجوده حاليا يعني بلغني ان يعني اكتر من 10 مليون دولار كان في بعض المستهلكات موجوده تم الافراج عنها في خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا، دول ما يخصوا القطاع الصحي سريعا، لكن طبعا انا بكلمك على ما يخص ايام، وجاري الافراج عن باقي المستهلكات الخاصه زي ما قلت، يعني دوله الرئيس اصدر قرار فورا ان يعني يتم يعني التعامل مع البنك المركزي لاي شيء خاص بالقطاع الصحي ذات أولوية أن يتم الإفراج عنه فورا، والحمد لله ده اللي بيحصل وما عندناش أي نواقص إلى الآن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد أبو عفار وزير الصحة، كل التحية لحضرتك. يبقى احنا هنا بنتكلم على إجراءات كمان بتتاخد لو في أي أمور متأخرة في الموانئ المصرية، رئيس الوزراء أمر أنه يتم الإفراج فورا عن كل المستلزمات الطبية والأدوية اللي موجودة في الموانئ. نرجع تاني للجزء الخاص بالإنفوجراف والحماية الاجتماعية اللي الدولة عملتها على مدار الفترة الماضية، والمجتمع والمؤسسات الدولية بتتكلم عننا ازاي. فاحنا اللي بعده يوسف ده اتكلمنا عليه خلاص، اللي بعد ده هنا الجزء الخاص بالتموين، بمناسبة لسه هنتكلم على السلع التموينية بعد شوية. ادي اللي كان الفرد كان مخصص له في 2014 بطاقة تموينية 15 جنيه، يبقى كان المواطن اللي عنده بطاقة تموين كان مخصص له مبلغ 15 جنيه، النهارده بقى كام حضرتك؟ 50 جنيه. يبقى ارتفعنا من 15 2014 الى 50 جنيه على البطاقه التموينيه للفرد الواحد. طيب الدعم النقدي الخاص بالتكافل وكرامه كان في 2014 بنتكلم على 1.7 مليون اسره، النهارده بنتكلم على 5 مليون و200 اسره. نتكلم على 200 ألف أسرة، نتكلم على 5 مليون و200 ألف أسرة في 2022، بدل ما كان عندنا 1.7 مليون أسرة في 2014، في عام 22 ارتفع الرقم ده إلى 5 مليون و200 ألف أسرة في عام 22، بنتكلم على 3 أضعاف زيادة حجم الأسر اللي بتستفيد من برامج الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة، بدأناه في 14 بمليون و700 ألف أسرة، وصل النهاردة إلى 5 مليون و200 ألف أسرة. طيب بيتم كمان بالنسبة للخبز، منظومة التموين والخبز، دعم استثنائي لسيادة الرئيس أمر بيه من شهر سبتمبر الماضي، واللي مستمر معانا حتى 30/6 القادم في هذا العام. هذا الدعم بدأنا في سبتمبر، سيادة الرئيس بعد كده إدى توجيه يستمر حتى 30/6/23، بإضافة 100 جنيه للبطاقة اللي بتضم أسرة واحدة، 200 جنيه لبطاقة اللي بتشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و 300 جنيه لأكثر من ثلاث أسر. ده دعم إضافي سيادة الرئيس أمر بالنسبة لمنظومة إيه؟ التموين والخبز. طيب كم واحد مستفيد من منظومة الخبز؟ كام؟ 70 مليون، حوالي 71 مليون، حوالي 71 مليون مواطن بيستفيدوا من منظومة الخبز، اللي هم كم حضرتك؟ بياخدوا ال 20 رغيف بكام؟ بجنيه. هل زادوا؟ هل الرغيف زاد؟ لا. طب القمح سعره زاد؟ جدا، هنتكلم عليه بعد شويه. طيب كم واحد عندهم منظومه التموين كمان مستفيدين منظومه التموين اللي بيصرفوا من النهارده؟ حوالي 63 مليون مواطن. يبقى في 63 مليون مواطن بيستفيدوا من منظومه التموين، وفي 71 مليون مواطن بيستفيدوا من منظومه الخبز. نتكلم على المعاشات، لو بنتكلم على الاجور والمعاشات، ادي المعاشات في 2014 كان الحد الادنى للمعاش 450 جنيه، وصل كام في 22؟ زاد مرتين، ضعفين اهو، نتكلم على 910 جنيهات، بدل كان 450 جنيه النهارده وصل الى 910 جنيهات بالنسبه للحد الادنى للمعاش. طب الحد الادنى للاجور في 2014 كان 1200 جنيه، حد الادنى للاجور تضاعف ولا ثلاث اضعاف؟ بقى النهارده كام؟ بقى ثلاث اضعاف الزياده،
بقى 3000 جنيه الحد الأدنى في شهر نوفمبر الماضي، 3000 جنيه ارتفع الحد الأدنى. كل ده شغل الدولة، كل ده شغل الدولة اتحركت في الملفات دي كلها اللي احنا بنتكلم عليها، كل دي حماية اجتماعية. ويجي في الآخر يقول لك هم بيتكلموا ازاي على الحكومة وازاي يدعموا الحكومة. عايز نعمل ايه في الحكومة يعني؟ عايز نقول الحكومة ما عملتش، ما حدش اتحرك، الرئيس ما اشتغلش، الرئيس ما عملش حاجة للناس، ما زودش حاجة، الحالة على بعضها من 2014 النهاردة، ما فيش حاجة زادت يعني؟ فيش خالص، ما حدش استفاد، ولا تأمين صحي، ولا معاشات، ولا أجور، ولا تكافل وكرامة، ولا بطاقات تموين، ولا عيش، ولا حد استفاد خالص. قاعدين على حالنا احنا في 2014 ولا حاجة؟ تفتكروا يعني؟ لا تفتكروا والله. دي أرقام بس بتتعرض قدام حضراتكم عشان تشوفوها بس اللي حصل إيه يعني. اللي بعده، طيب فيما يتعلق بالمعاشات والإعفاء الضريبي، التكاليف قد إيه؟ العلاوات الاستثنائية والموظفين وأصحاب المعاشات والزيادة لحد الإعفاء الضريبي، نتكلم على 50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهري للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. نتكلم على رقم تاني، حوالي 8 مليار جنيه في كل سنة تكلفة زيادة حد الإعفاء الضريبي للشخص الدخل لجميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص، 30,000 جنيه سنوي، بدلا كانت 24,000 ارتفعت إلى اللي دخله في السنة أدي 30,000 جنيه. دي خلال أزمة روسيا وأوكرانيا. طيب الحاجات الاستثنائية، المساعدات الاستثنائية الأسر الأكثر احتياجا، أدي 3 مليار جنيه، 3.3 مليار جنيه إضافية، ده مساعدات إضافية للأسر الأكثر احتياجا. نتكلم على حزمة حماية اجتماعية ببطاقات التموين ل10.5 مليون أسرة حتى 30 يونيو القادم بتكاليف إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه. ده ما كانش موجود، ده سيادة الرئيس اللي أمر بالكلام ده، دعم إضافي للناس عشان يواجهوا ظروف الحياة وظروف الغلاء اللي حصل. نتكلم على إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة جداد، دول ما كانوش موجودين، أضافهم الرئيس في شهر 9 اللي فات اللي قدام حضرتك ده، في شهر 9 تم إضافة 1.5 مليون أسرة لتكافل وكرامة. كراتين بقى والسلع الغذائية بأكتر نص التكلفة بقى، بيوقع حوالي 2 مليون كرتونة شهريا في المناطق الأكثر فقرا فيها القرى والنجوع. أدي الخدمات، تثبيت رسوم الخدمات 43 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة عن المواطنين بسبب عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء العام المالي اللي هيخلص في 30/6 اللي جاي. 43 مليار، سيادة الرئيس أمر كده وقال ما زودوش الكهرباء، أجلوا الكهرباء، مش هنزود الكهرباء. فالرقم ده كامل اللي هتتحمله الدولة، الرقم ده كان المفروض يبقى زيادة على الناس، فالرئيس قال لا مش هنزوده على الناس، ويقول لك قال ما تتكلموش، مش هنحمل الناس تعبانة. فالرئيس قال لك، وقتها كنا في لقاء والله، كنا في أحد الافتتاحات، فقال كده على الهوى الرئيس، لا يا دكتور شاكر كان رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر، لا أجلوا كمان وإحنا نتحمل الزيادات ديت وأجلوها عشان الناس، مش عايزين نزود عليهم ولا الناس تتحمل مصاريف جديدة وتكاليف جديدة. اللي بعده، طيب المشروع القومي الخاص بالقرى، كان في مرحلة تمهيدية اللي هي الناحية دي اللي هي بدأت 2019، مرحلة تمهيدية دخل فيها حوالي 375 قرية في 14 محافظة، يعني تعمل تدخلات و 4.5 مليون مواطن استفادوا من هذه المبادرة اللي أطلقها الرئيس في 2019، وتكاليفها كانت 13 مليار جنيه، تم التنفيذ بنسبة 100%. عشان رحنا للمرحلة الأوسع، المرحلة الأوسع هنا كان بيستفيد 22 محافظة، روحنا المرحلة الأوسع اللي هي أطلقها الرئيس إمتى؟ في يوليو 2021، اللي بيستفيد منها لائحة كريمة 60 مليون مواطن بيعيشوا في القرى والنجوع، ده الرقم بقى الأكبر والأهم، 4584 قرية بيستهدف هذا المشروع العملاق. هتتكلف، كان الأول وقت إطلاقها في 21 كانت تتكلف 700 مليار، بس لما حصل الأزمات كلها على بعض
والأزمة الروسية والأسعار كلها زادت والدنيا كلها زادت، كل حاجة زادت، تكاليف التقديرية الآن ترتفع إلى حوالي قرب تريليون جنيه. هيزيد الرقم ده؟ أنا بقول لكم الرقم ده هيزيد، هتلاقوا بعد شهرين ولا ثلاث شهور ولا كذا الرقم ده هيرتفع، لأنه الحاجات زادت كتير جدا، تكلفة زادت كتير، زادت من وقت الإطلاق المشروع ده في 21 بدل 700 وصلنا للتريليون، هيزيد التريليون ده تريليون جنيه ده تكاليف المشروع ده اللي هيستفيد منه كام؟ 60 مليون مواطن، 60 مليون مواطن. وعندنا الأيام الجاية في سوهاج وهتتابعوا حضراتكم إن شاء الله هيكون في افتتاحات في الصعيد هتشوفوها لقرى استفادت من حياة كريمة، من حياة كريمة، قرى هتشوفوها عندنا في سوهاج وفي محافظات أخرى في الصعيد، حياة كريمة، حياة بجد للناس. ثلاث مراحل سيادة الرئيس اتكلم عليهم، اتكلم على مرحلة أولى 52 مركز، ثم الثانية 60، الثالثة بنتكلم على 60 وبالتالي تخلص في عام 24 بإذن الله تعالى، إن شاء الله تخلص 24 آخر مرحلة، المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى شغالين هتخلص في شهر مارس اللي جاي، السادة المحافظين لما كانوا معانا الأيام اللي فاتت لأن هي اتأخرت نتيجة للظروف اللي فيها العالم واللي فيها احنا كمان، اتأخرت شوية ولكن على التوازي داخل المرحلة الثانية شغالين فيها على التوازي مع المرحلة الأولى، واحنا كمان لما نخلص المرحلة الأولى ديت هتكون في مارس اللي جاي إن شاء الله بشكل نهائي مرحلة أولى حياة كريمة في ال 52 مركز دول يخلصوا، وشغال مرحلة تانية على التوازي مع المرحلة الأولى، وتدخل مرحلة تانية وتدخل معاك كمان مرحلة تالتة إن شاء الله في نهاية هذا العام عشان تكمل وتخلص بإذن الله تعالى 60 مركز دول في نهاية عام 24. يبقى خلصت 60 مليون هنا غيرت حياتهم، 60 مليون مواطن، حياة كريمة بجد حقيقي. اللي بعده إسكان اجتماعي، كانوا بيقول لك اعملوا للناس وبتعملوا لهم ايه؟ استفادوا الناس، ادي اسكان اجتماعي 612,500 وحدة اسكان اجتماعي تم تنفيذها بتكاليف 98 مليار جنيه، في 250,000 وحدة، ربع مليون وحدة كمان بيجري تنفيذها حاليا، يبقى عندك 612,000 تم تنفيذهم خلاص اتكلفوا 98 مليار جنيه، اسكان اجتماعي آمن وملائم، وعندك ربع مليون وحدة بيتم تنفيذها حاليا. مناطق عشوائية، عندك 1.2 مليون مواطن استفادوا، تطوير 357 منطقة غير آمنة في 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية بتكاليف 63 مليار جنيه، طبعا تكاليف خاصة زي ما وزارة الإسكان قالت، إزالة الخطورة أو مشروعات إنشاء مجتمعات عمرانية أو قيمة تقديرية للأراضي، ومصر ستكون خالية زي ما اتعمل وخلص في عام غير خالية من المناطق غير الآمنة العام الماضي عام 22. طيب الأماكن الغير مخططة هتتكلف 318 مليار جنيه، تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بعض المباني الخدمية وغيرها على مساحة 152 ألف فدان، إجمال مساحة الأماكن الغير مخططة، شوفوا المساحة 152 ألف فدان، وعندك 58 منطقة بمساحة 4595 يعني 5000 فدان تقريبا تم تطويرها تخدم حوالي 460 ألف أسرة، عندك كمان 90 منطقة بمساحة 10,000 فدان أو أكثر من 10,047 فدان جار الانتهاء من تطويرها بتخدم حوالي مليون أسرة. شوفوا الأرقام يا جماعة، الأسر المستفيدة من الأماكن غير المخططة، الأماكن العشوائية اللي الرئيس 2014 قال مش هخلي حد يعيرنا بيهم أبدا. شوفوا وصلنا لفين، شوفوا وصلنا لفين في الملف ده. طيب في كمان أسواق عشوائية، عام 30 يكون انتهت مصر من كل الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة، هتتكلف 44 مليار جنيه تكاليف تطوير الأسواق العشوائية واللي عددها 1,105 وبتشمل 306 ألف وحدة بيع، عندنا 20 سوق كمان بيشملوا حوالي 3,033 وحدة تم تطويرها حاليا، بينها بيجاري الانتهاء من تطوير 20 سوق آخر بيشمل 3,100
71. انت بتحاول بكل شيء، مش بتشتغل على ملف واحد وبتشتغل على مناطق خطرة او عشوائية وغيره، حتى الاسواق كمان بيبقاش عندك اسواق عشوائية اللي هي منتشرة. كنا نبقى نعدي كده، وحتى عندنا في بلادنا تلاقي سوق معمول على خط السكة الحديد. اه والله العظيم، والله الاسواق كان بتتعمل على قضبان السكة الحديد، سوق في كل حاجة تبيع وتشتري، بما حتى في المواشي على خط السكة الحديد. الكلام ده مبقاش موجود النهاردة، مبقاش موجود. القطر يجي، اول ما يرن الجرس بتاع القطر جاي فيبدأوا يشيلوا الحاجات لحد ما يعدي القطر، واقعد بقى افرش تاني والقطر بكلمكم على واقع كان عندنا في بلادنا، مش بقول لكم واقع، والله كان عندنا السوق كان على قضبان السكك الحديدية، والقطارات تعدي والناس ومفيش اي مشكلة خالص، سوق عشوائية، كل حاجة كانت للأسف اماكن كانت عشوائية. بس النهاردة الدولة بتعمل كل ده. محطة مصر شوفوا كان فيها الأسواق كان منتشرة إزاي، حتى اسكندرية منتشرة إزاي، اتغيرت واتعمل لهم سوق حضاري. هو ده اللي الدولة النهاردة تشتغل على الأسواق كمان، بجانب لأن كل حاجة في البلد لازم تكون منضبطة. يقول لك البلد بتعمل إيه؟ تعملش حاجة البلد، تعملش حاجة خالص. اللي بعد يا يوسف. طيب ادي الرعايه الصحيه اللي كنا بنتكلم فيها مع الدكتور خالد ابو وفار وزير الصحه من شويه، ادي الوضع الخاص بالعلاج عن نفقه الدوله، نتكلم على كمان الزيادات قد ايه؟ النهارده عندك كام؟ 96,000 2013 14، النهارده عندك 2,000,001، عندك 2,000,001 بزياده اكثر 108% المواطنين اللي تم علاجهم على نفقة الدولة، 96,000 واحد 2013 14. لسه الوزير بيقول لنا كمان الأرقام الهائلة، بتكلم على 13 وادي، بتكلم على الأرقام الكبيرة اللي بيتم إنفاقها في مجال الصحة والرعاية الصحية. 2013 14 العلاج على نفقة الدولة بالداخل 3 مليار جنيه، بنتكلم النهاردة على قرابة 13 مليار جنيه. منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين تستهدف كام؟ وبتكلم على 6.8 حوالي 7 مليون مستفيد من هذا البرنامج اللي بيقدم خدمة متكاملة حاملة بطاقات معاش وتضامن وتكافل وكرم. منظومة التأمين الصحي اللي بدأت في ست محافظات، وطبعا اللي هي بتغطي كل الأسر المصرية، منظومة بدأنا بورسعيد وإسماعيلية الأقصر جنوب سيناء أسوان، وتكاليف التطبيق المرحلة الأولى بس بنتكلم على أكثر من 51 مليار جنيه المرحلة الأولى للمنظومة، بنتكلم على تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بنتكلم على 270 ألف، شوفوا الأرقام، 270 ألف عملية جراحية تم إجراها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ تطبيق المنظومة، أكثر من 5 مليون مواطن تم تسجيلهم في المحافظات الستة المرحلة الأولى، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء، حتى نهاية أكتوبر اللي فات 5 مليون واحد سجلوا على منظومة التأمين الصحي في ست محافظات اللي هي المرحلة الأولى، اللي هي بتتكلف المرحلة الأولى تطبيقها 51 مليار و200 مليون جنيه. دي بتقدم خدمة هائلة للناس اللي هيدخلوا تحت منظومة التأمين الصحي. ده جزء من الشغل اللي تم النهاردة، والدولة بتعمل ايه، او اللي بيسأل هو ايه البرامج الحماية الاجتماعية اللي بتتعمل للناس. ده واحد، دي برامج في كافة المجالات، مش بتكلم على الصحة بس، زي ما احنا عرضنا لحضراتكم المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطنين، كنا فين وبقينا فين النهاردة، ولسه كمان اللي جاي خلال 23 وخلال 24، وأكثر مستفيدين الناس الأكثر احتياجا. الدولة بتشتغل على هذه الطبقة بشكل واضح من البداية، دول اللي كانوا قبل كده منسيين، سواء اللي كانوا عايشين في أماكن عشوائيات أو أماكن خطرة أو أماكن غير يعني آدمية، النهاردة الدولة اشتغلت عليهم مبكرا، وبقيت النهاردة تقول أيوة
انا بدات النهارده اعمل مشروعات والناس دي انقلها من مكان اللي كانوا عايشين فيه لمكان مختلف تماما، يعني بي بي بتقدم له خدمه حقيقيه، حياه كريمه لكل المصريين سواء في مختلف ولكن الاهتمام زي ما بقول لحضراتكم الناس اللي كانوا حدش فيه اهتمام كبير بيهم، بقيت النهارده اشوف الخدمات بتصل ليهم فين. وفي ظل الخدمات كمان لو انا بتكلم النهارده على التموين، النهارده بدا صرف، لسه بنتكلم على التموين اهو، على بطاقات التموين والناس اللي هي الاسعار بتاعه التموين النهارده، وقلنا لحضراتكم زي ما وزاره التموين قالت انه ما حصلش اي زيادات، رغم انه كان في بعض الناس متوقعين او بعض الناس بيتكلموا هزودوا وبقى على اول السنه هزودوا عليكم اسعار ونزلوا شائعات. اقف هنا يوسف لو سمحت، ادي صرف ده مين؟ الناس اللي معاها بطاقه تموين، اللي معاهم بطاقات تموين بيستفيدوا، عددهم 71 مليون بيستفيدوا من ده اللي قدام حضرتك. وعايز اقول لحضراتكم الرز ما شاء الله موجود، السكر موجود، كل حاجتهم موجوده، مفيش حاجه ناقصه عندك، يعني الحاجات دي موجوده ست شهور مخازن فيها حاجة الناس. في 70 مليون، 71 مليون مستفيد من منظومة التموين، واثنين وسبعين مليون مستفيدين منظومة الخبز. يبقى احنا شوف بنتكلم على ارقام شكلية حضراتكم، فادي التموين هيصرف ايه؟ صرف زجاجة زيت 800 ميلي لكل فرد بحد اقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، سكر كيلو سكر والسكر بعشرة جنيه ونص، رز كيلو رز بعشرة ونص، مش كده الرز بكام في التموين؟ طيب بعشرة ونص كمان، ويبقى الحاجة موجودة. نكمل، هات الأسعار، لو قائمة الأسعار موجودة يوسف ممكن نبقى نشوف معانا قائمة الأسعار. ادي اللي بيتم صرفه للمواطن اعتبارا من اليوم اهو، 40% من قيمة السعادات سكر، 35% زيت، 25% قيمة رز ومكرونة وسلع تموينية. ادي منظومة التموين يبدأ تنفيذها اعتبارا من اليوم. ادي السكر 10.5، الزيت 25، 800 ملي، الرز 10.5، المكرونة هي اللي زادت. ايوه المكرونة هي ايه؟ لسه بقول له حضراتكم بداية الحلقة، الحاجة الوحيدة اللي زادت المكرونة، كانت ب10.5 بقت ب12 تاني، يبقى زادت المكرونة من 10.5 جنيه إلى 12 جنيه، هي الحاجة الوحيدة اللي زادت في على بطاقة التموين زي ما قلت لحضراتكم في الأول. وادي موجودة قدام حضراتكم ومتصلحة، يعني الناس إيه ما خبوش علينا، قالوا إنه والله إحنا زودناها شوية المكرونة، زودنا المكرونة شوية، يبقى حاجة تانية زادت؟ مفيش حاجة تانية زادت، سكر زي ما هو، رز زي ما هو، الزيت زي ما هو، الشاي. ورغم إيه عايز أقول لكم بره بكام المكرونه يا جماعه؟ حد عنده فكره؟ مكرونه بره بكام؟ حد عنده؟ ممكن توصل كام؟ 14 مثلا؟ توصل 14 او 15 جنيه المكرونه بره، يعني بره التموين توصل 14 15 جنيه المكرونه بره التموين يعني. وادي الحاجات قدام حضراتكم، ده سلع المواطن اللي هم 70 مليون بطاقه اللي بيستفيدوا من منظومه التموين والبطاقات التموينية اللي يبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية كل شهر. مش حاجة زادت إلا المكرونة بس، كانوا نزلوا الأسبوع اللي فات شائعات، ضربوا فاتورة، ضربوا أسعار الأسبوع اللي فات، وطلع معانا كان الأستاذ عبد المنعم خليل معانا على الهواء وقال غير حقيقي، غير حقيقي، اللي عملوا كده كاذبون، وهم فعلا طلع أنهم كاذبون كالعادة، اللي بيروجوا شائعات بس هو دايما يقعد يروج شائعات عشان إيه؟ يخلي الناس تقلق والناس تتضايق والناس يقول لك هو انتوا بتزودوا لنا ليه؟ طب ما اتضح انه في الاخر ما فيش حاجه زادت الا المكرونه فقط لا غير، ما فيش حاجه تانية زادت. زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم، تعالوا نشوف هذا التقرير، وادي الكميات ما شاء الله، ما شاء الله كميات موجوده، مخازن موجوده، بصوا كميات السكر موجود، ما تقلقش السكر موجود اهو قدامك اهو، سعر الجمله جنيه وربع، سعر المستهلك هياخده بجنيه ونص، وادي كل حاجه موجوده ما شاء الله. فيش حاجه، فيش عجز، فيش نقص، مخازن مليانه، والله المخازن مليانه. طب عايز اوريكم كمان في ظل المخازن، ولكن كمان في ظل ده هنا
هنا منظومة التموين، صح؟ منظومة التموين. طب أوريكوا التحالف الوطني عامل إيه عندنا في سوهاج؟ التحالف الوطني، أوريكوا الكميات اللي موجودة في التحالف الوطني، الجمعيات الأهلية، أكتر من 50 جمعية أهلية عندنا في سوهاج، وسيادة المحافظ اللواء طارق الفقي معاهم، ومع ومنهم جمعية ومؤسسة النائب محمد أبو العنين، وأدي الحاج مصطفى كمان مع، وبيشرحوا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج احنا الكراتين دي اللي بتتقدم لاهالينا في سوهاج، وانا اولا لازم احييهم باسم كل اهالينا في سوهاج. احنا عدد سكاننا حوالي قرابه 6 مليون سوهاج، المحافظات الكبيره قوي يعني. شايفين سكر رز كله ما شاء الله مخازن، مخازن كمان الجمعيات المؤسسات الخيريه مخازنها مليانه بسلع تموينيه، السلعه دي رايحه للناس الاكثر احتياجا، اهالينا في سوهاج. شوف انا بوريك التموين من شويه ايه، بوريك كمان الجمعيات بتاعتنا اللي هي ضمن التحالف الوطني للعمل الاهلي، منهم مؤسسه النائب محمد ابو العنين. شايفين السمنه ماركات كويسه مش كده؟ بتشتروها ولا لا؟ تشتروا كام الكام العلبه هنا؟ العلبه في الحر زي ما الاستاذ عباس مليجي بيقول لي، العلبه في الحر ب 45 جنيه السمنه اللي قدام حضراتكم. الكرتونه دي تجيب لها كام يا عباس؟ فيها ايه؟ بص الكرتونه فيها ايه؟ قول لي. فيها مكرونه، فيها رز، سكر، زيت، ما شاء الله، فول، فاصوليا، ملح. دي مكونات الكرتونه، اكيد فيها حاجه تانية مش كده؟ شايفين الكراتين؟ بصوا يا جماعه المخازن، الله اكبر، ربنا يبارك ويزيد. في الاخر رايحين لمين؟ لاهالينا، لاهالينا. ما لسه الاسبوع اللي فات كانوا في كفر الشيخ، وقبلها كانوا في اسوان، وقبلها كانوا في قنا، وقبلها كانوا في سوهاج. اللي هو طارق الفقي محافظ سوهاج بيعاين الكرتونه دي جمعيات، وفي 15 جمعيه اخرى دخلوا للتحالف جداد، وادي جمعيه مسجد الدكتور مصطفى محمود كمان موجوده. اللي هو طارق الفقي بيشوف البطاطين، بيطمن كمان انه احنا بنتكلم على الشتاء. وادي الأرمان كمان موجودة، وبيسمع كمان للناس، وبيتابع، بيشوف كل حاجة، شاف كل حاجة، عمال أتابع كنت الفيديو ده اللي جينا من سوهاج، بيشوف كل حاجة، بيشوف اللحمة وبيسأل اللحمة دي إيه؟ البطانية دي كذا، كويس؟ وبيشوف كل حاجة وبيسأل وبيفرز، بيقول لهم افتحوا لي وروني، وهم حريصين. وادي كمان العربي، وجمعيات، بقول لكم جمعيات الكتيره في التحالف الوطني الاهلي ده، بيسال المحافظ اللي هو طارق الفقي على كل حاجه، وروني وبشوف، افتحوا لي الكرتونه عشان يطمئن. عايز اقول لكم المعروضات الموجوده دي جيده جدا، متميزه جدا، فرز اول، فرز اول. ما انت مش بتودي حاجه اي كلام يعني، لا، بتودي فرز اول للناس. طب ورينا البطانيه دي، ورينا نشوف البطانيه دي مع اللي هو طارق، ورونا نشوف اهو. محافظ بيشوف بنفسه، ما في الاخر رايحه للناس، فلازم يبقى شاف الحاجه دي جايه منين وكويسه ولا لا، وتدفي ولا لا. ورينا، بيقول لهم افتحوا لي الكرتونه ووروني، بيوروه بالواحده. ما هو المحافظ كمان عايز يطمن، وانتوا جايبين كرتونه فيها حاجات كويسه، شايفين الكرتونه؟ اقف هنا يوسف على بصوا ما شاء الله. المحافظ بيعد، بيعد الكرتونه فيها قد ايه، ووزن الكرتونه يبقى كام. شوف الحاجات اللي قدام حضراتكم، الاحتياجات البيت، احتياجات المواطن، ده بيتروح لأهالينا في سوهاج من التحالف الوطني للمجتمع الأهلي، اللي أنا بحييهم والله واحد واحد، وبحيي هذه المؤسسة، مؤسسة التحالف الوطني، عاملين عمل هايل، عمل رائع. شوفوا من شوية بوريكم التموين، وبوريكم كمان أهالينا كمان. ما هو في ناس يا جماعة، مؤسسات محترمة في بلدنا، مؤسسة راعي مصر للتنمية أهو، وهو انا بعمل، ايوه بعمل لهم كلهم دعايه، يستحقوا اعمل لهم دعايه الهوا، هو ايه المشكله يعني؟ عشان بيساعدوا اهالينا فلازم نعمل لهم الدعايه دي، يستحقوا هذه الدعايه كمان، وافضل اتكلم عليهم كلهم. هنا العربي اهو، شايفين العربي؟ وادي مؤسسه العربي، وابراهيم العربي واشقاء المهندس ابراهيم العربي، شايفين؟ ادي شايفين جايبين حاجه كمان قويه جدا، حاجه متميزه جدا، مؤسسه العربي. بصوا بطاطين، طبعا طبعا مؤسسه العربي هتقدم ايه؟ لازم تقدم كل حاجه كويسه، ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم. ادي اهو، شوفوا المحافظ مسك اللحمه، وروني اللحمه، اساله تعالى قول لي اللحمه دي ايه، بيسال المحافظ منين.
بقول لحضراتكم بيسأل في تدقيق شديد تحالف الوطن اللي عمل الأهل التنموي، لكم كل التحية والله على اللي بتعملوه واللي بتقدموه والخدمات، شايفين كمان ثلاجات وغسالات ومراوح كمان وصناع الخير عاملين تقديم كبير للناس. ما انت عندك ستر وعافية وعندك ناس بتتجوز وعندك ولاد بيتجوزوا وبنات بيتجوزوا كمان وما يقدروش عندنا ناس محتاجة يعني. فادي يشوف المحافظ بيشوف ايه، يطمن على الحاجات كلها. وادي رسالة كمان اهو بتقدم ضمن التحالف الوطني، اي حد النهاردة ودي مؤسسة ابو العنين تحالف، وده قطار الخير او قطر خير التحالف رايح، وادي محافظة سوهاج مبنى محافظة سوهاج اللي هتتابعوه الايام الجاية ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله. وادي الناس الموجودين، وادي المؤسسات، وادي مؤسسة ابو العنين، وادي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، تحالف ضخم جدا بيجوب مصر بالكامل، كل مصر في هذا التحالف الاكثر من 50 مؤسسة وجمعية شغالة ضمن التحالف ده، مفيش حتة مش هيروحوها. وادي في سوهاج موجودين عندنا اهو منورين، وانا بشكرهم وبحييهم ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم ناس يعني على اعلى مستوى. لان انت النهارده ما انت في الاخر عايز تروح، يعني عايز تروح للمواطن النهارده اللي بيشتكي من الاسعار والغلاء. طيب انا بروح للمواطن اللي بيشتكي من الاسعار والغلاء، بروح له المحافظه، بروح له القريه، بروح اهو عندنا اهو بكل الكميات ما شاء الله واصناف متميزه جدا، فرز درجه اولى، فرز درجه اولى. طبعا الحاج محمد ابو العنين هيقدم ايه؟ لازم يقدم الفرز درجه اولى طبعا. الحاجه سميه كمان اللي انا بحييها بقول لها كل سنه وحضرتك طيبه، بتشرف على كل تفصيله داخل المؤسسه ابو العنين، الحاجه سميه ابو العنين كل حاجه شاف الناس دي، ربنا يزيد وربنا يكرم الجميع. تعالوا نتابع وزاره التموين ونشوف كمان النهارده اليوم الاول في البطاقات التموينيه، ونتابع هذا التقرير مع حضراتكم ثم نعود. مع بداية شهر يناير بدأت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية إلى المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال نحو 40,000 منفذ تمويني بالمحافظات ل 64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية. وتقوم حاليا منافذ البقالين التموينيين في صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات بنفس الأسعار المتداولة طوال شهر ديسمبر الماضي. موجود الرز عند كل تاجر السعر 10.5 جنيه، الأسعار زي ما هي، ما فيش حاجة زادت خالص، بالإشاعات اللي هي كانت طلعت إن في زيادة في أسعار السلع التموينية، ما فيش أي حاجة زادت، الأسعار هي هي. إحنا كرقابة برضو بننزل على الفرع بنشوف كل تاجر أو كل محل جمعيتي خد استعاضاته مظبوطة بكميات بنسب، الرز بياخدها بنسب زي ما معالي الوزير محددها، الرز السكر الزيت ال 32 سلعة متوفرين في الفرع لأي حد من التجار بياخدها ومتوفرة لكل مواطن. السلعة التموينية هم 32 سلعة متوفرة على مدار الشهر ب 700 فرع جملة وملحق على مستوى الشركة بجودة عالية من شركات تنافسية على مستوى الجمهورية. السلع الرصيد الاستراتيجي لا يقل عن 3 أشهر عندنا أرصدة الحمد لله موجودة 32 سلعة بصفة مستمرة. بيجي البقال التمويني بيصرف الرز والسكر والزيت اللي هم الأساسيين بنسبة طبقا للنسب، وبقية ال 32 سلعة بيختارهم حسب ما هو عايز وما هو محتاجه المواطن في المنطقة اللي هو فيها. منطقة الجيزة ديت بيها حوالي 8 فروع جملة بتدي البدالين التموينين. احنا لو حضرتك احنا دلوقتي في فرع الزغلول، فرع الزغلول ده ضمن 8 فروع جملة، فرع الزغلول ده بيصرف البدل التمويني بحوالي 22 مليون، بيصرف سكر تمويني في الشهر ومعدل 800-850 طن، والزيت بمعدل 25 ألف كرتونة. تمام كده؟ الأسعار عندنا في متناول الجميع، سعر السكر عندنا ب10.5، الزيت ب25، الرز ب25، الرز ب10.5. في مغلول عندنا استراتيجي، وبالنسبة للمنظومة التموينية اللي هي بتتكون من 32 سلعة متوفرة بالكامل، في ده أحد المخازن اللي موجودة في محافظات رواج الإبل بالكامل، بالإضافة إن السلع مفيش فيها تحرك في الأسعار، الأسعار ثابتة من مدة كبيرة زي ما هي.
المخزون زي ما قلت لحضرتك بتكفينا من 3 الى 5 شهور على اقل تقدير. بيجي البدال التمويني بيصرف اي كميه من الاستعاضه اللي هو عايزها في الوقت المحدد ليه عشان يبدا يضخه للمواطنين. وزاره التموين فيها حوالي 1500 مخزن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل مخزن من المخازن فيها حوالي 32 سرعة بتصرف للمواطن على بطاقة الدعم، وعندنا 40,000 منفذ تموين متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي التموين وبالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية. فإحنا بنتكلم على شبكة توزيع كبيرة جدا، الدولة بتقدر أن هي توفر 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم من خلال هذه المخازن. احنا عاوزين نطمن الناس ان دايما بنقول ان المخزون الاستراتيجي من السلع كبير جدا، ودي كانت توجيهات القيادة السياسية من البداية خالص. وبعد ان زرنا معا احد منافذ شركات التموين، انطلقنا معكم لاحد محلات بدال التموين لنرصد لحضراتكم اراء المواطنين هناك. تجار التموين وشباب جمعيتي بيبقى عندهم 25% من قيمه التارجت اللي بيصرفوته للشهر، بيبقى من يوم 25 بيبقى عندهم 25%، نبدا الساعه 9 الصبح زي ما معاليك شايف كده بنصرف، وبعدين نبتدي ناخد استعاضات. الكلام دوت احنا في الخمس ايام الاولين متوقع ان احنا بنصرف على الاقل 50% و60% من التارجت، فده يؤكد توفر السلع. ده كده اولا. ثانيا ان بنقول ان السكر الاسعار زي ما هي، السكر ب 10 جنيه ونص، الرز ب 10 جنيه ونص، الزيت ب 25 جنيه، المكرونه ب 6 جنيه زاد شويه، لكن كل ما دون ذلك البضاعه كلها متوفره وموجوده والاسعار كلها مظبوطه. كل حاجه موجوده والحمد لله. الاسعار كويسه وفي متناول الناس، وزي ما معلوم معمول على الاعلان بتاع الرز ب 10 ونص والزيت ب 25 والسكر ب 10 ونص. احسن معامله وناس محترمه جدا، والاسعار موجوده بنتاكد منها، بدون فواتير الاخر، بنختار كل حاجه بمنتهى الحريه، ما فيش اي مشاكل، كل حاجه بنقها بنفسه، كل شهر بناخد من هنا يعني بنبيعش بعيد عشان لقينا الاسعار حلوه، الاسعار كويسه. رز ب 10 ونص والسكر ب 10 ونص، الرز ب 10 ونص والزيت 25 والسكر ب 10 ونص. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي. جهاز حماية المستهلك راحوا منطقة، المنطقة دي كلها مخالفة، كل المنطقة محدش كاتب أسعار ولا حد ملتزم بأسعار، وعاملين مكان لنفسهم كده أكنه محدش جاي لهم، فقعدوا إيه بيعوا يشتروا في المواطن. يعني مثلا الرز بعشرين جنيه، السكر مش عارف بكام، لقوا عند واحد بيبيع الرز بعشرين جنيه السايب، فجابوه دخلوا لقوا مخزن مليان رز. عايز اقول لحضراتكم خدوا الرز وباعوه ب 12 جنيه للناس. الناس عملوا مظاهرة هائلة زي ما انتم شايفين كده. ده فيديو بداية العام، ده فيديو من شوية، ده فيديو من وقت يعني من ساعة يمكن ولا حاجة. الفيديو اللي قدام حضراتكم ده فيديو بداية العام، ده اللي قدام حضراتكم. أنا بقول لكم كده، جهاز حماية المستهلك لما لقى، والله برافو عليهم، لقى الراجل جشع بقى ويشتري وبيع في الناس، عنده المخزن مليان رز، فراحوا جايبينه أجبروه يبيع الرز ب 12 جنيه، فاتعملت المظاهرة اللي قدام حضراتكم. الله أكبر. طابور أهالي المنطقة كفرة هرمز خرجوا كلهم يشتروا الرز، ما هي فرصة. ده الفيديو ده خاص بينا عشان بس تبقى حضراتكم يعني ايه عارفين، يعني لسه جايلنا حالا ومبعوتنا مخصوص على يعني جهد كبير جدا بحييهم كمان. خرج اهالي كفرة هرمز قدام حضراتكم شايفين خناقة، معركة، اقبال هائل، بدل الراجل اللي كان بيبيع، ما هو الراجل يعني الناس ما بتحرمش، طب اهو عملت ايه بقى في الاخر، اجبروك تبيع الكيلو ب 12 جنيه كان بيبيعوا للناس ب 20 ومفيش اعلان عن اسعار، فقرروا يلا يا ناس تعالوا الرز ب 12. بصوا القريه كلها، المنطقه كلها خرجت عشان تاخد الرز ب 12، لان المخزن تخيلوا المخزن فيه اطنان من الرز. راجل الاحتكار
وشايلها ومنع واللي بيبيعه بيبيعه بسعر هو حدده في دماغه. بحيي جهاز حماية المستهلك انهم كشفوا هذا البقال او التاجر وعملوا له اجراء قانوني محضر واجبروه على انه يبيع الكيلو ب 12 جنيه بدل 20. والاهالي زي ما انتم شايفين كده خرج اهالي كفر هرمز عشان يشتروا الرز ب 12 جنيه. بسم الله ما شاء الله، واحنا كاميرتنا موجوده معاهم وبتصور وتبعت لنا، وشكرا للزملاء اللي موجودين مرافقين لهذه الحمله. ولكن الحاله اللي قدام حضراتكم دي بتقول ايه؟ بتقول انه في تحرك، ايوه، وهنواجه. ولسه رئيس الوزراء كان بيتكلم امبارح في اسكندريه، وهيتم المواجهه ازاي؟ المواجهه اهي، هنواجه ومش هنسيب حد. طالما في التزام بالاسعار بتزود يبقى في اجراء قانون. اجراء ايه؟ ادي اجراء قانون اتعمل. لا، وتعمله محضر روح النيابه كمان، يعني مش كده وبس، لا، بيخسر وبيتعاقب وبيروح النيابه كمان. يبقى كل ده اجراءات لاي حد بيخالف. لازم يا جماعه الاسواق تنضبط، لازم الامور تهدى شويه. خلاص، ما الدوله النهارده عملت كل الاجراءات اللي طالبينها، اجراءات خاصه بايه؟ عايزين شايفين حضراتكم الطوابير، شايفين الطابور اللي قدامكم ده؟ ده اقبال على الرز الذي تم اكتشافه منه تاجر جشع، عنده جشع، يعني جشع رهيب. ناس عايزه يعني تتاجر. عايز اقول لحضراتكم وانا على الهوا بطلب من كل الناس في اي حته، واحد زملائي من شويه مديني اسعار عندهم في الوراق، اسعار رهيبه جدا، هنبعتها لحمايه المستهلك دلوقتي عشان يروحوا يعملوا حمله عليهم في مناطق كثيره، عده مناطق. اي حد عنده ناس تجار جشعين بيزودوا اسعارهم بيعلنوش، ابعتوا لنا، ابعتوا لنا، هتجي لكم الحملات وتعمل زي كده، ابعتوا لنا، احنا شركاء مع بعض. رئيس الوزراء قال لكم كده امبارح وقال لنا ابعتوا لو سمحتوا لينا، واحنا هنعلن على الهواء وهنبعت للجهاز، بس مش هنعلن قبلها عشان يمسكوا الناس. احنا يهمنا مصلحه ويهمنا يحاسبوا المخالفين، يحاسبوهم عشان لو اعلنا فهيلحقوا. طيب خلاص، ادي شايفين الطوابير قد ايه، ما شاء الله على الطوابير، ما شاء الله على الناس. ولكن زي ما بقول لكم كاميرتنا موجوده مع جهاز حمايه المستهلك دلوقتي، بعتوا لنا هذه اللقطات الخاصه بينا، بوريكم اللي حصل في كفر هرمز، منطقه كلها مخالفه، بتخالف، مفيش اسعار، مفيش حد بيحدد سلع، مفيش اسعار محدده على غير معلنه، بيضربوا ارقام زي ما هم عايزين. وزي ما بقول لكم فاكرين انهم بعاد عن الرقابه، لا، مفيش حد بعيد عن الرقابه، هتلاقوا اجهزه الرقابيه كلها موجوده ومنتشره في كل مكان. شوفوا الاعداد يا جماعه، هو العدد ده اللي قدامكم ده مش بيقول لكم، يقول لكم رساله، يقول لكم الناس محتاجه جنيه، محتاج حتى لو 50 قرش، ما هو في الاخر يستفيد. اطلبوا الخط الساخن كام؟ 19.85. اللي عنده اسعار زياده او عنده تاجر جشع او عنده حد بيبيع وتشتري فيه او حد مش معلق اسعار، لو سمحتوا 19.85 اتصلوا بالخط الساخن ده 19.85. جهاز حمايه المستهلك هيسمع صوتك وهينزل لك زي ما عمل الحمله دي وهيبيع لك الحاجه. ادي قدامكم 19.85 الخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك، اطلبوه وهينزلوا زي كده ويبيعوا لكم الحاجه بسعرها ال 12 جنيه. يجبروا التاجر اللي استغلكوا ويجبروه على بيع السلعه بسعرها اللي هو بيحددوه، اللي هو الرز اهو بدل ما كان ب 20، ناس نزلت اهو طوابير، ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ ده بقول لحضراتكم فيديو بدايه العام، اول يوم بدايه العام بيقول لنا انه اي حد هيستغل الناس هنجيله وهنروح له ومش هيتساب، مش هيتساب. وده حلقتنا النهارده اللي هيكون مع ضيوف الكرام اللي هيكونوا معانا بعد شويه، لانه زي ما اقول لكم الافراج عن بضائع والقرارات اللي خدتها الدوله، حكومه، بنك المركزي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، افرجوا عن كل البضائع اللي موجوده، ده لازم يبقى لها تاثير في الشارع، لازم يبقى لها تاثير على المواطن. مش اغلي ارخص، الله، ما هي الحاجات كانت موجوده في السوق في المواني النهارده، طب تم الافراج وبيتم الافراج عنها تباعا. متطلبات الصناعه المصريه، المصانع تبدا تشتغل كمان ونبدا عجله الانتاج تدور، وده لازم يكون ليه تاثير، قرارات ليها تاثير على الاسواق وعلى الاسعار كمان.
وهنتكلم عنها مع ضيوف الكرام ليكون بعد شوية. لابد من انضباط، والانضباط يعود للأسواق المصرية بالكامل، وتأثير ده يكون على المواطن، ينعكس بالإيجاب على المواطن، على المواطن، زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم ونتابع هذا الملف. وتم إلغاء الاعتمادات المستندية، ولازم يكون لها تأثير على حركة الاستيراد، على الوضع الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، أزمات اللي بتتم، هل فيها حاجات مفتعلة؟ لا، أو في حاجات مفتعلة طبعا، وفي حاجات كانوا ناس بيتاجروا في الكلام ده، واتكلمنا عن الحكاية دي قبل كده. يعني هنتكلم على هذا الملف النهاردة. النهاردة كمان من ضمن يعني الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري موجود النهارده كمان عندنا في سوهاج، عامل جوله كمان في سوهاج بيتفقد الترع. بقول لكم يا جماعه، انت بتشوف المسؤولين النهارده بينزلوا عشان يشوفوا كمان المحافظات والقرى. ونزل النهارده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه النهارده كان عندنا في قريه ام دومه. قريه ام دومه دي اللي خلال الايام هتشوفوها ان شاء الله حصل فيها ايه. فكمان تفقد الترع، تفقد المشروعات اللي بتعملها وزارة الموارد المائية والري عندنا في سوهاج، وراح بعد كده نجع حماد وشاف بعض القناطر. ولكن خلينا نشوف الدكتور هاني سويلم النهاردة في جولته النهاردة في أم دومة وعدد من قرى مركز طمة في محافظة سوهاج، واللي كان ليه العديد طبعا خلال الجولة اللي عملها النهاردة، جولة لمحافظة سوهاج، وتفقد العديد من الترع اللي موجودة في مركز طمة عندنا في محافظة سوهاج، وشاف طبعا الإجراءات اللي بتتم، وكان ليه طبعا إجراءات، وليه يعني بيتابع طبعا مع المسؤولين عن الري عندنا في محافظة سوهاج، أيضا بيطمئن على حالة الترع وجاهزية القطاع المائي لمسألة المية والتصرفات المائية عشان الري اللي عندنا في عندنا على مستوى الجمهورية، ولكن الترع اللي هي بنستفيد من المية بتاعتها لري الأرض بتاعتنا وأراضينا طبعا. ويتكلم طبعا على مسألة تطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور اللي بتكون طبعا في على جانبي الترع، وطبعا ضمن مبادرة رئاسية حياة كريمة قرية أم دومة، وطبعا قرية طيب. أيضا نتابع هذا الملف زي ما بقول لحضراتكم، طبعا تابع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية أيضا تابع بعض الملاحظات اللي كان رصدها التفتيش الفني في الوزارة على عدد من المناطق في محافظة سوهاج وفي مركز طمة تحديدا، وطبعا كان ليه توجيهات أيضا فيما يتعلق بالترعة الجرجوية دي، الترعة الكبيرة اللي موجودة عندنا بتمتد طبعا من يعني في بتمر بكافة المحافظات، واطمأن طبعا على حالة الترع اللي موجودة، وأنه يكون هناك عملية تطوير وتطهير مستمرة لكافة الترع اللي موجودة في مختلف محافظات الجمهورية ومنها محافظة سوهاج، زي ما تابع النهاردة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وله كل الاحترام والتقدير. مهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أولا مساء الخير. مساء الخير أستاذ أحمد. في البداية يعني تحياتي لسيادتك ومشاهدينك الكرام، وتعازينا لأسر شهداء الواجب حادث أليم، والإرهاب الخسيس المجرم اللي بيحاول يكدر على الشعب المصري طول الوقت، والشعب يعني الحقيقة لا يحتمل دلوقتي كمان يعني هذه الجرائم. ربنا يا رب يرحم الشهداء ويشفي المصابين بإذن الله. اتفضل يا استاذ. اتكلم على الحملات والحملة النهاردة اللي شغالة دلوقتي في كفر هرمز، وايه اللي تلاقي في كفر هرمز، وبالتالي بداتوا في عمليه الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي في عرض الرز على المواطنين بسعر 12 جنيه بدل من 20 جنيه، ايه اللي جالكوا في هذا الملف تحديدا؟ والله يا استاذ احمد زي ما حضرتك متابع معانا، وحضرتك يعني مشكورا مهموم بهم الناس ودايما بتتابع معانا حملات جهاز حمايه المستهلك وكل الاجهزه الرقابيه في مصر. الحقيقة ان احنا لينا حملات بتكون يعني منظمة محدد لها اماكن زي ما كده كنت شفتنا واحنا بنشرح، والحقيقة كان توجهنا في الفترة الاخيرة بالذات الاماكن الشعبية، الاماكن الكثيفة، الاماكن اللي فيها يعني كثافة سكانية عالية،
الاماكن الشعبيه، لان دي الحقيقه يعني للاسف ان انا يعني بعتذر اني بقول انها اقل انضباطا من بقيه الاماكن، السلاسل التجاريه والاماكن التجاره الحديثه الحمد لله احنا سيطرنا عليها بنسبه تتجاوز 100% الحمد لله، او على الاقل نقول 100%. لكن الملاحظ ان الاماكن الشعبيه والقرى والنجوع لا، السوق مش منضبط، ومشكلة ان الاماكن يعني بعيدة عن بعضها بيبقى محتاج مننا تواجد مكثف وحركة سريعة جدا. وزي ما حضرتك شفت النهاردة احنا كنا في مكان الحقيقة شديد الخطورة، يعني انا اقل ما يعني يقال انه شديد الخطورة، وبالفعل زي ما حضرتك رصدتوا تم التعرض للحملة، لكن الحمد لله رجالتنا كانوا صامدين ووقفوا. لا تاني معلش، تم التعرض للحملة؟ اه طبعا يا فندم، اه طبعا. والحقيقة ده مش مفاجأة طول الوقت. ايوه ازاي؟ اعتداء على الحملة يا فندم. اعتداء على الحملة. اه طبعا، اه طبعا. انت بتتكلم عن ناس يعني في الاخر، انا اسف جدا ان انا اقول هذا النوع، هذا النوع من التجار، هذا النوع وليس كل تجار مصر، هذا النوع من التجار ناس تعتبر خارجين عن القانون وتتوقع منهم اي شيء. لا يعني اعتداء ازاي على الناس رايحين يعملوا شغلهم ازاي؟ اه طبعا يا فندم. لا طبعا بيتعرضوا لهم، بيتعرضوا لهم وبيحاولوا يعني يضروهم، واحنا رجالتنا ثابته الحمد لله. وبرضه بنلاقي دعم بنحتاج له من وزاره الداخليه، بنكلم على طول اسم البوليس اللي احنا تابعه. ووزاره الداخليه الحقيقه ما بتتاخرش عننا، فورا بتبعت لنا قوات في اللحظه، لكن احنا بنتعرض لده طول الوقت طبعا. ايه اللي لقيتوه هنا في هذه المنطقه؟ لا طبعا يعني كم من المخالفات الحقيقه يعني غير طبيعي، وانا اسف ان اقول كده، ان في مخالفات كتير جدا، اهمها طبعا عدم اعلان الاسعار. للاسف في ناس حتى اللي يبدو ان هو ملتزم بيحط اسعاره بيبيع باسعار تانية خالص. يعني المتجر اللي احنا جبناه كان محطوط فيه اسعار، لكن عملنا حاجه اسمها محاوله شراء. يعني واحد من زملائنا قلع جاكيت البدله وقلع الكرافته وراح دخل على انه بيشتري عادي، قال له كله ب 19 جنيه. فساعتها تم الضبط على طول واتحركت الحمله وخرجت الحقيقه، وكان يعني احنا قلنا مش بس هنعمل مخالفه، وهو انتوا واقفين خليه يبيع البضاعه بالسعر الرسمي بتاعها، مش هو بيقول ان سعرها 12 جنيه تتباع ب 12 جنيه واحنا واقفين. ده اللي حصل زي ما حضرتك شفته. لسه قدامنا اهو الفيديو بالظبط. فاكبرتوه يعني، كان عنده كميات كتير؟ طبعا كان فوق 3 طن يعني. 3 طن؟ كمية مش قليلة يعني. اكبرتوه 3000 كيلو يعني. 3000 كيلو يبيعهم بسعر 12 جنيه للكيلو. يا فندم هو اعلن ان ده السعر، فهو ملتزم بانه يبيع، او انها تعمل له بيع اعلى من السعر، وساعتها يعني مخالفته توصل 2 مليون جنيه. فاعتقد ان هو يتاجر بشرف ويتاجر بامانة افضل بكتير ما يتعرض لطالة القانون يعني. فالاهالي كلهم خرجوا عشان يشتروا كيلو ب 12 جنيه. الناس طيبين يا احمد جدا. الناس طيبين، وكلنا اوعى تفكر ان احنا كمسؤولين ما احناش مواطنين وما احناش بنقن من الاسعار لا احنا وحضرتك بتقن من الاسعار. النهارده الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، انا مش هتكلم كلام يعني استهلك في الاعلام كله، لكن طالما انا مع حضرتك دلوقتي في المنصه المحترمه دي لازم نعرف ولازم نشوف. احنا بنشوف يعني لقطات في المانيا او في فرنسا او في اسبانيا او في ايطاليا، الحقيقه اشد وطأة بكتير جدا جدا من اللي احنا بنشوفه هنا الحمد لله. يمكن بلدنا يمكن عشان المواطنين البسطاء كتير فيها، فحمايه الدوله موجوده، انما الدول الاوروبيه الدوله رفع ايديها تماما بطبيعه الحال. خلاص الاسعار تزيد، الاسعار تغلى، المنتج يقل، هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه، والناس يعني خلاص متاقلمه على الوضع ده. انما احنا مواطنينا بسطاء ودخلهم بسيط، والدولة يعني مديه اهتمام جامد جدا بالنقطة دي. فالحقيقة طبعا المنظر حضرتك شايفه يعني إذا كان يعني يفرح البعض الحقيقة يبكي الآخرين يعني. النهاردة لما الناس تخرج بالشكل ده عشان تاخد حقها الطبيعي اللي يعني إن الدولة قالت لهم إن أنتوا تاخدوا رز ب 12 جنيه، شيء مؤلم للغاية فعلا إن إحنا نشوف لقطة زي دي، شيء مؤلم ما هوش يفرح. أنا كرئيس جهاز حماية المشترك مش سعيد باللقطة. بالعكس أنا 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 يعني لو ما مسكتش نفسي أبكي يعني، أبكي على لقطة زي دي، إن الناس لمجرد إنها تاخد حقها وقفت طوابير بالشكل ده. طوابير طوابير إيه؟ أعداد رهيبة. أعداد يعني رهيبة. لا بس ده كمان بيقول لحضرتك إنه الناس عايزة زي ما حضرتك بتقول كده أيمن بيه، إنه حقها، وكمان الحاجة لما بتبقى رخيصة شوف الناس بتعمل إيه.
ما هو ما كانش عارف يشتريه أو ب19 ولا ب20، يشتريه ب12. فده يفرق معاه، الناس دي ناس طيبين ما عندهمش دخل كبير، فالجنيه يفرق معاهم، مش 6 ولا 7 ولا 10 جنيه. والله اقل من الجنيه، والله اقل من الجنيه. ومش عايزين الناس تتصور ان احنا بنزايد عليهم. احنا مواطنين يا استاذ احمد. قبل ما نكون مسؤولين، احنا مواطنين عايشين في الاسواق، بننزل نشتري حاجتنا بنفسنا. بنشوف النهارده، انا يعني انا مش لا اخجل ان انا اقولها، النهارده انا بدخل املا السله في السوبر ماركت، قبل ما بقف على الكاشير بشيل نصها. انا اهو كراجل مسؤول، المفروض ان انا يعني وضعي افضل من الناس. بتلاقيها غاليه طبعا، ما تقدرش تدفعها النهارده. طبعا بشيل نسبه كبيره. رئيس جهاز حمايه المستهلك بيشيل نص الحاجه عشان مش قادر يكمل. يا استاذ احمد انا مش قلت لك الكلام ده في التليفون بيننا وبين بعض ولا صح. ما حصلش حضرتك قلت لي ولا مره، احكي لك لما رجعت الجبنه عادي خالص. مظبوط يا فندم. احنا يعني النهارده المواطن البسيط، ما بالك المواطن البسيط، ما بالك المواطن البسيط اللي هو يا دوبك عايش يا دوبك على الحد الادنى. اقل حقوقه علينا سواء ان احنا كمسؤولين او كدوله او كتاجر شريف، ان لا يتاجر بالام الناس بعدهم. يعني لا، احنا في وضع عالمي، كلنا اقسم بالله كلنا بنقول يا رب عدي الايام على خير، يا رب عدي الايام على خير. فكمان لما يبقى في تاجر بيستغل الازمه لصالحه، ده تاجر حرب. ده تاجر حرب. نعم، استغلال تاجر حرب وليس تاجر شريف. تاجر الشريف اللي هو النهارده ما حدش قال لحد يخسر، عمرنا ما قلنا لحد يخسر. لكن اكسب بما يرضي الله. نعم، اكسب بما يرضي الله. النهارده مش معنى ان احنا عايشين في سوق حر ما فيهوش تسعيره جبريه انك انت تنفلت. لا، في ضوابط اخرى. في ضوابط اخرى. لما الدوله النهارده اضطرت انها تلجا للتسعيره الجبريه لسلعه زي سلعه الرز نتيجه المبالغه في سعرها، لا يعني المفترض ان انت طالما عايز تعيش كتاجر في سوق حر وتستمتع بالمنافسة وتستمتع بالعرض والطلب، أيوة، يكون عندك حاجة اسمها ميثاق شرف. يكون ميثاق الشرف ده انت يعني زي ما طول عمر، يعني انا راجل مش صغير في السن، سيادتك راجل مش صغير. كان في يوم من الايام واحنا اطفال، كانت اليافطة اللي بتعلقها على باب المحل مكتوب عليها الزبون على حق. ايوه صح، بدون قانون حماية المستهلك. اختفت دلوقتي، اختفت صح؟ استبدلت بان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. يعني للأسف مظبوط. فاحنا ففي حاجة اسمها مواثيق شرف. التجار، التاجر المحترم يعلم حقه وحق المستهلك بتاعه. لكن لما نوصل لهذه الدرجة لابد ان احنا نتدخل، ولابد ان احنا نضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بالأزمة. هنضرب بيد من حقيقة اللي اتعمل من يوم الأربعاء لحد النهاردة فيما يتعلق بالغرف التجارية واللي عملته، واتحاد الغرف اللي عملوا مع كبار التجار، الصناع، الهايبر، السوبر ماركت، ايه اللي عملوه؟ احنا يا فندم في توجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة للجميع. احنا مش بس هنتوقف عند التنسيق مع التجار بصورة نظرية، لا، احنا النهاردة بننشئ اكتر من، يمكن ده كان في مؤتمر وزير التموين مع معالي وزير التموين مع معالي وزير التجارة والصناعة، توجيه بانه كل محافظة تنشئ على الاقل 5 شوادس او اسواق لبيع السلع الأساسية. تم الاستقرار والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وبدأنا في إنشاء الشوادر بالفعل بالتعاون مع السادة المحافظين ومع الغرف التجارية في كل محافظة، بحيث إن احنا نزود المنافذ اللي بتبيع بالأسعار الرسمية والأسعار المعتدلة أو العادلة. ولما نتكلم عن الأسعار العادلة، هو في تعريفها العلمي ما يتفق عليه البائع والمشتري. هو ده مفهوم السعر العادل. لما يكون المشتري مش قادر على السعر، يبقى اذا هذا ليس بسعر عادلا. والدولة لا تتدخل طول الوقت في التسعير يا جماعة. ده يعني شيء يعني مش صحي. مش صحي للمستهلك. الدولة لما بتضطر ان هي تصدر تسعيرة جبرية، يعني كما لو كنت بتعلن حالة طوارئ. مسألة يعني بتاخد من الدولة ومن الحكومة جهد كبير جدا جدا جدا، لأن ده يعني إجراء مش عايز أقول أكتر من إنه كما لو كان قانون طوارئ، زي ما عملنا سلعة الرز كسلعة استراتيجية. ده وفقا لقانون حماية المستهلك يصدر بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء ولمدة محددة، لأن ده ضد آليات السوق الطبيعية. آليات السوق الطبيعية اللي بتحقق الاتزان والسعر العادل هي المنافسة. هي المنافسة والرقابة.
لكن لما الدولة بتلجأ ليه ده بتكون غصب عنها. حضرتك بتقول الضرب بيد من حديد. مؤكد. ادي حملة الجهاز اهو دلوقتي اهو. اتفضل. حاجات منتهية الصلاحية اهي. مش بس يعني احنا مش بس النهاردة بنتوقف عن المنتج المنتهي الصلاحية. انا لست فخورا باللي انا هقوله. احنا مرينا على 100 اكتر من 120 الف منشأة. وعملنا توفيق اوضاع لحوالي 40% منهم. ناس من البسطاء يقول لك انا مش عارف احط السعر فين. احنا بننزل اماكن يا استاذ احمد. عفوا يعني يمكن اللي اقوله ده قد لا يليق ان احنا نقوله يعني. لكن في اماكن عبارة عن اوضة في شقة وشباك مفتوح بتبيع منها. فالنهاردة الست البسيطة دي اللي حط شوية بضائع وبتبيعها من بنسميها من طاقة الشباك. مش عارفة يعني ايه تعلن على الاسعار. مش هنخش نعملها قضية. بنقول لها يا امي هاتي ورقة واكتبي عليها الرز بكذا والسكر بكذا والشاي بكذا وكذا. واخد بالك ما بخشش اعملها قضية. بخش اديلها توفيق اوضاع وارجع ابص عليها تاني الاقيها وعلقت الورقة والتزمت. يعني انا مش هدفي اعمل قضايا وخلاص. ابدا ابدا. يعني لو لقيت حد يستحق ان انا اساعده وانصحه بعمل كده. مؤكد الهدف ان السوق يكون مستقر. وليس بعدد القضايا وليس بعدد المحاضر وليس بعدد المخالفات. والا كان زماننا بعدد القضايا والمخالفات اللي عملناها كنا بقينا اكثر سوق منضبط في العالم. هذا ليس بحقيقة. الناس مش بتتعظ من القضايا والحاجات دي ما بتتعظ؟ طبعا البعض. طبعا وهو احنا بنضطر. لكن دايما بنقول الاول وموجهين كل زملائنا. يمكن حضرتك كنت متابع معانا في غرفة عمليات من اسبوع 10 ايام. نعم. كنا بنوجه زملائنا يا جماعة لو سمحت. لو حسيت ان مفيش تعمد المخالفة. انت راجل ليك تقديرك الخاص كضبطية قضائية. اذا عندك شعور ان ليس هناك عمد للمخالفة اديله توفيق اوضاع اسبوع وارجع بص عليه تاني. توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء كانت بتأكد على نفس الكلام. قال يا جماعة ادوا للناس فرصة اسبوعين. اللي يعلنوا عن الاسعار يظهروا الاسعار في اماكن واضحة. وزملائنا كانوا بيتبعوا نفس النهج. فلكن لما ارجع له تاني ولقيه ان هو بيتعمد عدم اعلان الاسعار. لا. هنا اسمه عمد. عمد لا تتحرى ليه المخالفة وتتعمل له القضية ويتحمل جزائه. طيب الواقعة بتاعت النهاردة بتعمله كمان بالإضافة إنه تم باع بالسعر اللي هو الـ 12 جنيه هيتعمله كمان إجراء قانوني؟ طبعا يا فندم. اتعمل له بالفعل محضر بيع فوق أزيد من السعر المعلن. طبعا. ده عقوبته إيه المحضر ده؟ الحقيقة إن المخالفة بتاعته يعني وفقا للقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 66 حد أدنى 100,000 جنيه وتصل لـ 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه. وحد ادنى 100,000. الناس اللي اعترضوك واعترضوا الحمله الاجراء القانوني ايه اللي بيتعمل او اللي اتعمل؟ اعاقه حمله. وده اتعمل بيه محضر في اسم البوليسي اعاقه حمله. لكن الحقيقه برضو الشرطه ما بتسيبناش عشان نكون واضحين جدا. احنا عندنا تنسيق طول الوقت مع اجهزه وزاره الداخليه. ولما بنتعرض لهذا السلوك اللي قد يحدث في بعض الاحيان من بعض الناس غير منضبطين وعاده بيكونوا للاسف يعني مش في حاله وعي كامل. مش عايز اقول اكتر من كده. لان اي حد عنده وعي هو يعلم تماما خطورة ان هو يتعرض لحملة من حاملة ضبط القضائي. لكن بيبقى بعض الناس يعني جاي لي شكوى. وحضرتك معانا على الهوا دلوقتي مش هقول المنطقة ولكن في الجيزة في منطقة في الجيزة سوبر ماركت كيلو السكر ب 18 جنيه الرز المكسر من 16 ل 18 الجبنة البيضة البراميلي ب 100 جنيه الكيلو الجبنة الرومي الوسط ب 26 جنيه ايه تاني بعض الحاجات لانه حاجات كتير ازازة الزيت 700 جرام ب 50 وازازة الزيت الممتاز ب 63 وخد حضرتك اسعار اكتر من كده كمان سعر كيلو البانيه ب 120 جنيه المكرونة السايبة ب 20 جنيه رز مكسر ما بين 16 و 18 قلته قبل كده ده جزء عينة من شكوى لسه جاله وحضرتك بتتكلم دلوقتي. طيب خليني اوضح شيء مهم جدا للسادة المشاهدين علشان لما يكون المواطن عارف حقوقه بنقدر احنا نحقق له يعني الانضباط في السوق. اولا احنا في سوق حر والسوق الحر هو عرض وطلب. عرض وطلب بمعنى
ان النهارده انا طالما السلعه غير مسعره يعني الرز ليس عرض وطلب. نعم. الرز متحدد اسعار، الرز السايب 12 جنيه، الرز المعبأ العادي كسر في حدود 10% سعره 15، ال 3% سعره 18 جنيه كسر 3%. ده مسعر، ما دون ذلك عرض وطلب. بمعنى ايه؟ هنا وعي المواطن بيتدخل. النهارده الاسعار دي لن تجدها في السلاسل التجاريه الحديثه. لن تجدها. يبقى انا النهارده طالما انا في سوق حر للاسف لا يجرم، لا يجرم، وبقولها قولا واحدا، لا يجرم انك انت تحط سعر طالما اعلنته، انما يجرم لو بعت باعلى منه. يعني على سبيل المثال، وبعض الناس هتزعل مني، وبعض الناس هتقول ازاي وفين دور الدوله. دور الدوله تنظيمي في هذا الاطار، دور الدوله ان هي بتمنع الاحتكار، دور الدوله ان هي بتعزز المنافسه. ده دور الدوله في الاقتصاد الحر. ليس دور الدولة أن تتدخل وتضع أسعار لكل شيء. دور الدولة أنها تنظم، تحارب الاحتكار، زي ما حصل في الرز لما طلعنا قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره أن الرز سلعة استراتيجية ولا يجوز حجبها عن التداول أو منعها أو كذا أو كذا. دي إجراءات استثنائية بتتم في حالة حدوث ظاهرة غير طبيعية. أما الظواهر الطبيعية تعالج بالمنافسه. بمعنى ايه؟ كيلو السكر حضرتك قلت ب 18 جنيه أي. في سلاسل تجاريه هتلاقيه ب 17 جنيه. كيلو الجبنه البراميل اللي حضرتك قلت كده، الرز ثابت، الجبنه البراميل حضرتك بتقولها ب 120 جنيه هتلاقيها في اماكن ثانيه ب 80 جنيه. كيلو هنا المنافسه. انا النهارده كمواطن بساعد نفسي وبساعد الدوله انها تحقق في الاخر. بس ده جبنه، هي مش لحمه يا فندم، مش كيلو لحمه، بجيب جبنه يعني في الاخر اسمها جبنه. احمد براميل ولا مش براميلي ايا كان نوع. ايوه ايا كان بتكلم عنه. اللي بتكلم عنه سيادتك ان انا النهارده اترك التاجر، انا اتركه التاجر اللي هو بيبالغ وبيغالي في اسعاره واروح للتاجر الارخص، ده هيتوقف، لازم ينزل باسعاره. لازم احنا كمواطنين، وده اللي احنا بنعمله كمواطنين، انا النهارده بنزل اجيب حاجتي كل 15 يوم. نعم. ما بنزلش ليه لو انا وقفت اطلب من، معلش، اطلب بالتليفون او انزل البقال تحت مني واجي، لا هيستغلني. لا يا سيدي، انا طول ما انت مش قادر تلتزم وتراعي المستهلك بتاعك انا مش هشتري منك. انا اروح اشتري من مكان تاني ارخص. طيب بيجي لكم ايمن بيه، خلينا عملي يعني وانا بحيي حاجه تاني، ولكن بالنسبه للشكاوى هل عددها زاد الفتره اللي فاتت ديت؟ طبعا زادت بنسبه تتجاوز يمكن 14% عندنا الشكاوى زادت. وليه؟ ليها اسباب متعدده، مش بس ارتفاع الاسعار. لا ليها اسباب متعدده. في بعض يعني المنتجات للاسف قطع الغيار ناقصه شويه في السوق. فللاسف مأثره على قدره الوكلاء في يعني في الالتزام بمواعيد الصيانات واشياء من هذا القبيل. طبعا حضرتك متابع معانا الاجراءات اللي قام بيها دوله رئيس مجلس الوزراء، وكان سيادته بنفسه امبارح في اسكندريه المواني بيشرف على. هنتكلم عندنا فقره دلوقتي عن ملف ده دلوقتي، اتفضل. بالظبط. فالنهارده لازم، معلش، انا برضو وانا بقولها وانا راجل رئيس جهاز حمايه المستهلك، ولما اقول رئيس جهاز حمايه المستهلك اقصد بيها معنى واحد، ان انا موظف من الدوله ياخذ اجره على حمايه المستهلك. بمعنى ان انا نجاحي النهارده ان المستهلك يكون راضي. طب بتعمل ايه مع الشركات اللي هي عندها الناس عندها مشكله في الصيانه وقطع الغيار وعربياتها رمياها اصلا مش عارفه تتحرك بيها؟ ده الجزء اللي احنا النهارده بنضغط قدر المستطاع ونتاكد تماما ان الشركه مش مقصره، وفي نفس الوقت بنحاول يعني نقول للمستهلك بتاعنا ان دي مثلا اذا كانت ظروف خارجه عن ارادته هندي لك بدائل، هندي لك نوع من التعويض، هندي لك قيمة إيجارية للسيارة وهي مش موجودة. لابد من التوازن، لأن إحنا في فترة يا أستاذ أحمد، إحنا في فترة استثنائية من تاريخ مصر وتاريخ العالم. وإذا كنا كمواطنين ليس لدينا الوعي الكافي إن العالم بيمر بمرحلة استثنائية وكل واحد بص تحت رجله فقط، لا ما ينفعش يا استاذ احمد. هل في شركات بتقبل يعني في شركات بتتعاون وتدفع ممكن تعويضات للناس او تدي؟ طبعا طبعا، وحضرتك تابعت بنفسك الاجراءات اللي خدناها لما ادينا تعويض للناس اللي كانوا حاجزين السلع ب 18% 18%، وساعتها كان فايده البنك المركزي على السلع كان 8.75، احنا فرضنا على الشركات 18% واستجابت. الحقيقه بص يا فندم، اتفضل. الجهاز الحمد لله، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل ان في اراده ان يبقى المواطن
تحت مظلة حماية حقيقية. الجهاز النهاردة أصبح ليه دور ودور واضح جدا. يمكن إحنا مقصرين شوية في الإعلام، أنا أعلم هذا، يمكن ده لا لشيء إلا أن فعلا الهم هم التعامل مع المشاكل بالحجم ده بقى ضاغط علينا جدا في وقتنا. لكن في نفس الوقت الحمد لله جهاز حماية المستهلك بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل أن في إرادة حقيقية لحماية المواطن المصري، النهاردة موجود وموجود بقوة شديدة جدا في السوق المصري. كل التحية. وأصبح النهاردة يعني أشكرك يا فندم، أشكرك مهندس أشكرك. أيمن حسام الدين بشكرك شكرا جزيلا رئيس جهاز حماية المستهلك. نطلع تقرير، تقريرنا من سوهاج والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة النائب محمد أبو العنين، عملوا إيه عندنا في سوهاج؟ نتابع هذا التقرير وأيضا في حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ثم فاصل واستقبل ضيوفي الكرام مهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة المتوسطة، وأستاذ أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، ودكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي ماذا بعد قرارات الدولة، قرارات البنك المركزي، تأثير ده على الصناعة، تأثيره على الاستيراد، وتأثيره كمان على المواطن اللي هو المستهلك اللي احنا بنتكلم عليه. بحضور محافظ سوهاج طارق الفقي الذي تفقد عمل المؤسسات المشاركة مع التحالف الوطني، حيث تعرف على طبيعة عمل المؤسسات وأهم ما تقدمه من خدمات. بنشكر طبعا التحالف بكل جمعياته بكل القائمين عليه. سوهاج واضح أنها لها وضع مميز عندهم. احنا بدأنا في سوهاج، أول قافلة كانت في سوهاج، آخر قافلة بنختم بها السنة في سوهاج، وبشكرهم على الفرحة اللي هتدخل بيوت أهالينا بالمنتجات اللي أنا شايفها دي كلها مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله. سنة وراحت وسنة جديدة جاية إن شاء الله، كل ده الخير اللي جاي لسوهاج وأهلها. الحقيقة أوجه العمل متنوعة جدا، فبنوجه لهم الشكر، بنوجه الشكر للدولة والقيادة السياسية على الجهد الغير عادي والدعم الغير محدود اللي خدته محافظة سوهاج في الفترات اللي فاتت. الحقيقة مش هقدر أقول إيه ولا إيه ولا إيه، يمكن أنت عايز تفرد لسوهاج لو هنقول اللي اتعمل فيها في خلال السنة اللي فاتت دي، لا أنت عايز تفرد لها ساعات وأحاديث، مش لقاء عابر بالشكل ده. حياة كريمة واللي اتعمل، لا احنا بنتكلم في سواك خدت الدعم اللي ما خدتهوش في تاريخ حياتها كله. كما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استفافا ومعرضا داخل ديوان عام محافظة سوهاج تحت شعار قطار الخير، ضم أكثر من 15 مؤسسة يشاركون التحالف ويعملون تحت مظلته، تتقدمهم مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري، والتي قدمت على مدار 16 قافلة عدد كبير من المواد الغذائية والأدوية وهدايا الأطفال، والمشاركة بعدد كبير من فريق عمل المؤسسة في عمليات التنظيم. جاء الهدف من الاستفاف هو إظهار لبعض من قدرات التحالف البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية والمساعدة، والتي ساهمت في تنفيذ جميع القوافل التي جابت المحافظات في عام 2022، حيث اختتمت تلك القوافل هذا العام داخل قرية أم دومة بمركز طيمة بمحافظة سوهاج. حاولنا بقدر الامكان في قافله سوهاج زي ما اثبتنا قبل كده الخاصه بقافله ستر وعافيه ان احنا نعمل تجربه لفكره وجودهم في الارض وازاي يكون في استدعاء وقت اي ازمه ان هم يكونوا متواجدين. النهارده كان كمان جزء من التجربه والحمد لله نجحنا فيها. ده كله الهدف منه هو الانشطه الخاصه ب 23. عندنا كميه انشطه كبيره جدا، اعتقد كل مؤسسات التحالف سواء المؤسسه للتحالف او اللي انضمت جديد للتحالف، الخمس جمعيات اللي انضموا جداد واللي لسه في الطريق، اعتقد بقوا قادرين يعرفوا حجم التحالف والمظله اللي بيشتغلوا تحتها وقد ايه هو كيان عظيم بيهم وهيكمل بيهم وهيكمل بمجهوداتهم ويخدم على عدد اكبر في خط 23 باذن الله. نختتم مع شيء 22 بكرنفال كبير جدا للتحالف. مؤسسه ابو العنين طبعا من اكبر المؤسسات المشاركه مع التحالف منذ تكوينه، طبعا حسب توجيهات الاستاذ محمد ابو العنين رئيس مجلس اداره مؤسسه ابو العنين، والسيده الفاضله الاستاذه سميه ابو العنين نائب رئيس مجلس اداره ابو العنين. احنا كده بنشارك مع التحالف للقافله رقم 16. احنا مع التحالف من اول قافله، وبالصدفه كانت اول قافله برضو في سوهاج واخر قافله في 2022 برضو ختمناها في سوهاج. موجودين النهارده من خلال مؤسسه صناع الخير بخدمتين اساسيتين ومبادرتين اساسيتين
مبادرة لدعم وإسعاد بناتنا المقبلات على الزواج من الأسر غير القادرة لإتمام زفافهم بتجهيزهم من خلال مبادرة فرحة، وكمان إطلاق مبادرة صناع الدفا لدعم أهالينا في القرى والنجوع الأولى بالرعاية. الواحد حس انه في كرنفال جميل جدا، انك تشعر ان ده كل العمل الخيري متكاتف يدا واحده تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، واللي بتشارك جمعيه الرمان من خلاله بتوزيع اكثر من 6000 بطانيه، اكثر من 50 طن لحمه هنا بس في سوهاج. ده بدايه مرحله اولى، واحنا يعني في قمه الفرح ان احنا بنتكاتف مع هذا التحالف الوطني لتوصيل الخدمه لمواطنينا ولجميع اهالي سوهاج. الجميل في الموضوع ترابط المؤسسات كلها، وانها تكون بتقدم الخدمة بشكل قوي وبشكل منسق. ده بيتيح للمتطوعين كلها ان هي تتشارك، وان المؤسسات كلها تكون بتعرف بعض، ان يكون هدفنا واحد، وده هدف التحالف. وده الحاجة الجميلة اللي طلعنا بالتحالف، ان لا، المؤسسات بقت واحد، مش كل كيان بيتحرك لوحده. العمل الاهلي التنموي اللي احنا فيه ده اكبر نجاح لكل الاسر الموجودة وكل القرى الموجودة في كل المنتجعات وكل المحافظات. كل المساعدات اللي اتقدمت عبارة عن شنط مواد غذائية، بطاطين، في كان خوافل طبية كبيرة جدا جدا، وفي اطراف صناعية، وفي مشاريع اتعملت ليهم 26 جمعية كلهم على قلب رجل واحد. كل الجمعيات بكل المساعدات اللي اتقدمت دي نجاح كبير جدا 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 للعمل الاهلي التنموي. احنا بندخل الفرحه في قلب كل بيت في كل محافظه احنا بنروحها. فالنهارده بنوزع الملابس بشكل مجاني، والحمد لله رب العالمين. النهارده الناس مبسوطه الحمد لله رب العالمين، وده ختام كويس جدا. عايز اقول كل سنه وكل مؤسسات المجتمع المدني بألف خير، كل سنه وكل الشباب اللي بتساهم في العمل التطوعي عشان تبرز الدور التنفيذي لكل مؤسسه مجتمع مدني، كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول شكرا للتحالف اللي جعل بينا التعاون اللي وصلنا من اقصى مصر لاقصى مصر في القرى والنجوع في بلدنا الطيبه لنصل لاكثر المحتاجين. شكرا للتحالف ومؤسسه ابو العنين، خلانا نوصل لكل بيت في الصعيد. شكرا، احنا دخلنا الابتسامه على كل محتاج وكل فقير في مصر، وان شاء الله مزيد من التقدم ان شاء الله والنجاح. شكرا للتحالف الوطني اللي وصلنا لكل بيت في الصعيد محتاج كرتونة طومنية بمؤسسة أبو العنين، وشكرا للحاج محمد أبو العنين. شكرا للمؤسسة أبو العنين، وشكرا للتحالف، وشكرا طبعا لكل اللي شارك في التحالف الوطني. شكرا جدا للمؤسسة أبو العنين، وشكرا للتحالف الوطني اللي خلانا ننزل جميع محافظات مصر، والمسيرة إن شاء الله شغالة. شكرا للحاج محمد، للتحالف الوطني. شكرا إن احنا شاركنا في التحالف الوطني وقدرنا نفرح أهلنا في الصعيد. شكرا للتحالف الوطني، وشكرا لمؤسسة أبو العنين على الخير اللي احنا بنشارك فيه. شكرا للتحالف الوطني، شكرا لمؤسسه ابو العنين، وصلنا لاهلينا في سوهاج ان شاء الله. شكرا لكل الناس اهلينا في سوهاج، وشكرا للتحالف الوطني للعمل التنموي. شكرا. الحمد لله ان احنا دخلنا الخير على اهلينا في الصعيد. ياتي تنفيذ قوافل ستر وعافيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا، خاصه كبار السن واصحاب المعاشات وغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصه، من أجل تخفيف الأعباء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق تنمية لهم. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، كنا محتاجين على مدار الفترة اللي فاتت بنعمل حلقات وعملنا حلقات كتير، فكل ضيوفنا يبقوا موجود معانا، أستاذ علاء وأحمد بيه والدكتور كله يقول لك إيه، المواني، البضائع موجودة، افرجوا عن البضائع يا جماعة، ما هي الأسعار غالية عشان البضائع. طب الحمد لله بدأنا نفرج عن البضائع، هل ده ممكن يبقى له تأثير على الأسواق ولا لأ؟ ليه تأثير على المواطن ولا لأ؟ ليه تأثير على الصناعة ولا لأ؟ لو كان الناس بتشتكي، بعض الناس، وانا بتكلم على هذا البرنامج، يقعد ويقول لك مصانع قفلت، في نص المصانع مش شغاله، ليه؟ اصل مستلزمات الانتاج قاعده في المواني. طب ما هي مستلزمات الانتاج رئيس الوزراء امبارح راح بنفسه عشان يتم الافراج عنها، ده هياثر ازاي؟ خلينا يعني نطرح كل هذه التساؤلات ونعرف ايه الحكايه. هل 23 كاقتصاد، كصناعه، كاسعار ممكن يختلف عن 22 بعد الاجراءات اللي الدولة بدأت تتحرك؟ اعتمادات مستندية خلاص مش موجودة، يبقى مستندات تحصيل وهكذا. نسأل هذا الملف، وده ملف كمان يهمنا، يهم كل بيت،
كل بيت كان بيشتكي. طب ايه اللي حصل بعد القرارات وتحرك الدوله؟ استاذ احمد شيحه تحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، ان شاء الله خير علينا و23 تبقى خير علينا جميعا ان شاء الله يا رب. مهندس علاء سقطي كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه، وده اول يوم في السنه. ايوه يعني بنتكلم من الاول خالص ان شاء الله يعني. ان شاء الله. دكتور كريم العمده كل سنه وحضرتك طيب. وانت خير والسلامه، ان شاء الله يكون عام جديد سعيد على كل المصريين ان شاء الله. هبدا من عند حضرتك، التحرك اللي خدته الدوله خلال الفتره الماضيه ممكن الاقي له تاثير انا كمواطن في سعر السلعه، في مصنع يشتغل، في ايدي عامله تبدا تشتغل، في تحريك للسوق للايجاب والافضل ولا لا؟ لا طبعا شيء طبيعي، والقرار في مجمله أيوة. قرار ايجابي جدا بينعكس على كل اللي حضرتك قلت عليه دوت. كويس. بينعكس على تشغيل المصانع وخطوط الانتاج المتعطله، بينعكس على توفر السلعه والاسعار، لان طبعا قله الاسعار بينعكس ولا دي امال وتفاؤل مننا؟ لا 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 لا, لا ده انا بتكلم دلوقتي على القرار الأرض. بتاع النهارده ايوه قرار فيه ايجابيات كتيره جدا جدا جدا، من اهمها تشغيل المصانع وخطوط الانتاج العطلانه، من اهمها توافر السلع اللي مش موجوده في السوق واللي بتبقى موجوده عند بعض المحتكرين وبيضربوا اسعار غير طبيعيه. فكل ما السلع كانت متوفره اعتقد هيبقى الاسعار تبقى معتدله في السوق. التكلفة هتبقى عالية لأن البضاعة موجودة ومحملة بغرامات تأخير غير تكلفة البضاعة نفسها لشركات الشحن والنولون اللي كان بتحصل عليها. التعامل بتاعها لما كانت جاية قبل التعويم كان بنتكلم في 18، دلوقتي بنتكلم في 25 75 لو البنك وفر العملة ديت. السلعة تنزل هتبقى أسعارها مرتفعة عن سابقتها. ولكن رغم الأسعار العالية دي هتبقى أرخص من الموجود حاليا اللي بيستغل التجار أو المصنعين اللي هم محتكرين الأسواق. النقطة الأهم من ده كله هي عودة الثقة في الدولة. السمعة بتاعتنا دلوقتي بعد أنت عارف ما كانش في ثقة ولا إيه؟ للجزئية بتاعت الدولة دي. وعدت الدولة وعدت أيوة. وقالت إن إحنا في آخر هنعمل وعملنا أيوة. دي نقطة مهمة جدا ولها انعكاسات على المستثمرين المصريين وبالتالي على المستثمر الخارجي او المورد الخارجي، لان احنا بنبقى مرايه للمورد الخارجي. النهارده يقول لك بضاعتي بقى لها 3 4 شهور، لا خلاص تم الافراج عنها والدوله بذلت كل المجهود. كانت فتره فيها تعثر والحمد لله الفتره دي انتهت. يعني انعكاسات القرار بصراحه انا واحد من الناس لما شفت رئيس الوزراء وبيتكلم وبيقول ان احنا قدرنا وفرنا، وبصراحه احنا كنا متشككين. ليه بقى؟ لان الرقم كبير جدا، انت بتتكلم في حوالي 9.5 مليار هتجيبوه منين؟ هم افرجوا عن 5 وفي 9.5 مليار نعم. والدنيا عماله الاسعار عماله ترتفع. نعم. كنا متشجعين وقلنا لا دي برضو يعني ايه يعني بتهدئه للراي العام، تهدئه للمستوردين. انما ان رئيس الوزراء ومعاه المجموعه الاقتصاديه اللي كانت معاه امبارح، وزير النقل ووزير الماليه ووزير التجاره والصناعه، لا لا موضوع رساله طمانه كبيره جدا لينا احنا كمستوردين، وزي ما بقول لحضرتك بتنعكس معانا في علاقاتنا الخارجيه. طيب. لان احنا بنمثل المورد الخارجي. هنرجع لده، ولكن علاء بيه كمان المشهد اللي قدامنا ده شفتوه ازاي امبارح وتاثيره عليك وتاثيره على بتكلم على استثمار او صناعه او هذا القطاع الكبير؟ طبعا 100% تاثير ايجابي جيد جدا. بس انا بس في نقطه عايز اقولها الاول، لو الناس تهيأت ان المصانع وقفت ده ما حصلش. يعني احنا بنعمل، انا بصفتي رئيس اتحاد المشاريع الصغيره أيوة. ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر لا الكلام ده ما حصلش. ما فيش مصانع وقفت. هو حصل انخفاض في الانتاجيه بدليل ان البضائع المحليه اللي موجوده في السوق موجوده. احنا ما فيش بضاعه بننزل نشتريها النهارده بتقول لك لا مش موجود مثلا. نعم. لا البضائع موجوده الحمد نعم. لله. طب ده يرجع المصانع تشتغل 100%؟ بالظبط كده. هي دي النقطه بقى. يعني احنا ما وقفناش عشان نبدا نشتغل، لا احنا فعلا حصل سلو داون، قلت المعدلات، بعدين النهارده بتبدا ترجع تاني لمعدلاتها الطبيعيه. نعم. وعلى فكره اللخبطه اللي موجوده دي مش عندنا بس، العالم كله النهارده كل يوم في حال. لما تقول كده يقول لك هو انتوا كل حاجه بترموها لبره وكل حاجه تقولوا للعالم؟ لا مش كل حاجه، بتعملوا اجراءات وما تقولوش بره. يعني ما ينفعش. خد بالك انت، معلش ما تاخذنيش برضه. انا بتكلم، لما اتكلم العالم انا بتكلم في اقطاب العالم. ما بتكلمش في دوله كده، لا ده اقطاب العالم. انت فعلا في الوضع الاقتصادي ده انت مفعول بيه. نعم. انت ما يعني نعم. انت بتتعامل وفقا للي بيحصل قدامك. بكره الصبح الحرب انتهت، ليها تصرف. لا ولعت بزياده، ليها تصرف تاني. نعم.
المواني قفلت ليها تصرف ثالث. فانت هنا النهارده فعلا قاعد زي ايه اللي قاعد بترتب الامور كل يوم بترتيبها شكل كويس. ده واقع الامر. نعم. قضيه الاسعار الاسعار زيادتها ما كانتش ناتجه من نقص البضاعه قد ما كانت ناتجه من الاحتكار، ناتجه من نوع من انواع الطمع. هو الذهب اتغير وضعه. هو الذهب ما الذهب نزل النهارده. هو الذهب زاد كميته عشان ينزل سعره؟ لا ما زادش كميته، هو نفس الذهب اللي موجود هو اللي موجود. نعم. طب نزل ليه؟ لان الناس حست ان الاسعار، لا ده في حاجه بتحصل، ده في دولار في السوق السوداء بدا ينزل، لا ده في ذهب بدا ينزل. يبقى الله، كل هذه الاشياء اللي بتتم ده بتدينا دلاله واضحه جدا ان فعلا كان هناك شبه مافيا في الاسعار. مافيا طبعا، مافيا مفيهاش جدال. ومافيا مرتبه ومنظمه. ان النهارده عايزه تعمل الحاله دي طبعا. النهارده انت ممكن يعني مفتعله ولا حقيقيه؟ لا مفتعله، معلش استاذنك، بس في كل حاجه ولا بعض الحاجات كانت مفتعله؟ انا وجهه نظري في الاسعار تحديدا لا مفتعله. انت النهارده ممكن تخش على حضرتك على الفيسبوك ولا النت تسال على الدولار بكام، تلاقي مجموعه ناس كده دخلت لك قالت لك ايه 33 34 35 خلاص. تيجي تشوف التنفيذ ده مفيش حد بينفذ الكلام ده. خدت بالك؟ نعم. اذا النهارده في طيار حاليا موجود، ناس اشتروا على 36 ومش عارفين يبيعوا دلوقتي، ولا هيبيعوا. هيبيع ايه؟ ولا هيبيعوا، ولا هيبيعوا طبعا. النهارده انت بتشتري واقع الامر او مش بتشتري، موجود فعلا ب 27 و28 والدكتور كريم ياكد هذا الكلام. نعم. فاذا هذا الافتعال اللي تم هي النقطه بقى، كان لازم من اول لقطه حاجه زي كده تعامل. اصل معلش الاقتصاد هو عماد اي دوله. نعم. انا اللي يجي على اقتصادي انا هعتبره خاين ويطبق عليه كل ما يطبق. انت جاي النهارده تدمر لي اقتصاد. نعم. جاي تطلع شائعه معينه بحاجات معينه، لا مش هينفع. نعم. خاصه ان الناس طيبه، الشعب المصري طبيعته طيب. طيب هروح للدكتور كريم عشان نعرف تاثير القرارات اللي اتخذت سواء فيما يتعلق ب الاعتمادات المستندية أو ما يتعلق بالإفراج عن البضائع اللي كانت موجودة في المواني ويتم الإفراج عنها تباعا، تأثيره جوه وتأثيره كمان بره على الناس اللي احنا يعني بنتعامل معاهم كحركة تجارة خارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا الآن في بداية عام جديد، طبعا يعني لما نيجي نتكلم عن القرار المهم جدا اللي اتخذه رئيس الوزراء ان احنا الإفراج السريع والعاجل، وده كان بتوجهات رئاسية على فكرة. نعم. عن البضائع المتكدسة اللي هي من شهر ابريل تقريبا، مارس يمكن او مارس كمان. الازمة دي متراكمة وقديمة. طب دي انعكاساتها ايه؟ طبعا يعني برضو ما نيجي نتكلم عن تأثير على الاقتصاد المصري لازم نوضح ان الاقتصاد المصري زي ما هو في نقط قوة وفي نقط ضعف، وزي ما في ضعف وفي قوة نتكلم عن الاثنين مفيش مشاكل. احنا عندنا الواردات المصرية كبيرة شوية، ضعف اكتر من ضعف الصادرات، وده بيعمل عجز في ميزان المدفوعات، عجز مزمن وقديم يعني. وبالتالي ده احدى الخلل او احدى الميزان التجاري. الميزان التجاري وبيسمع في ميزان المدفوعات ككل طبعا عشان الفرق كبير. طيب احنا عندنا الواردات المصريه، لما نيجي نبص الى هيكل الواردات دايما لما اجي اسمع حد يقول لك مواطن العادي يقول لك والله احنا نقلل السلع الاستفزازيه، نقلل السلع مش عارف رفيع. يعني هو ما فيش كلام زي كده، يعني ما نقدرش نحدد سلعه بعينها اقول عليها سلعه استفزازيه او حاجه، ولكن احنا لما نيجي نستخدم لغه أرقام وننظر إلى الهيكل التوزيع النسبي للواردات المصرية في عام 2021 ونقيس عليها، هنلاقي إن السلع الوسيطة اللي بتخش في صناعات أخرى في مصر أو مدخلات إنتاج لسلع أخرى تقريبا من 45 ل 47% من هيكل الواردات. السلع الاستثمارية اللي هي الآلات والمعدات وقطع غيارها اللي بتخش في عملية الصناعة الهامة جدا 15% من هيكل الواردات. المواد الخام 11% تقريبا. السلع الاستهلاكية الغير معمرة 20% والسلع الاستهلاكية المعمرة 7%. ده الهيكل تقريبا للواردات المصرية، وبالتالي الصناعة المصرية أكيد تضررت، ما أقدرش أقول توقفت ولكن تضررت. أيضا السلع الاستهلاكية اللي بيتم استهلاكها في الأسواق طبعا حصل ظاهرة شح في السلع، وابتدت طبعا المضاربات اشتغلت. المضاربات ليس فقط على العملات وعلى الذهب ولكن ايضا عديم الضمير موجودين في كل القطاعات. طبعا ده وقت المضاربات بس هو دلوقتي في كل هرمز اللي بيبيع رز ب 19 جنيه واجبروه يبيعه ب 12 بالفعل. فالرقابه هنا بتبقى مهمه، ولكن برضو الرقابه تاثيرها هيكون وقتي. لازم تتوفر السلع والمنتجات، الافراج عن
السلع والبضائع حاجة مهمة جدا، اللازمة للصناعة، اللازمة للاستهلاك. طبعا الشعب المصري كبير، سوق كبير، أكثر من 100 مليون مواطن، فاستهلاكه كبير، وبالتالي دي كانت نقطة مهمة وحساسة جدا كنا لازم نوصل لها، علشان حتى لما ندي رسالة للمستثمرين، رسالة للصناعة على فكرة، إنك أنت كصناعة مهمة جدا، محتاج مواد خام، محتاج قطع غيار للآلات والمعدات، دي كلها هتجيبها منين إذا كانت البضائع متكدسة في المواني؟ كمان برضو عايز ألفت نظر وزير الماليه برضو ان السلع المتكدسه دي الناس المستوردين ما لهمش ذنب فيها، فعليها غرامات. اظن ان يتم النظر ليها مره ثانيه علشان يعني ما نحملش المستهلك وما نحملش الصناعه المصريه بتكاليف زياده. طيب، وهم ما لهمش ذنب فيها. هرجع لحضرتك يا دكتور كريم، ولكن اروح لاستاذ احمد شيحه مره ثانيه. استاذ علاء اتكلم على ازمات مفتعله، اتكلم على الدولار، اتكلم على في تجار هم اللي كانوا بيرفعوا الأسعار أو يقول لك بكذا وكام و30 وكام وكذا يوصل لكذا، في الآخر الدنيا بدأت. إيه اللي حصل في الملف ده تحديدا الدولار؟ فاكر أنا كنت مع سيادتك في حلقة بعد موضوع التعويم الأولاني، قلت لك مصر بيمارس عليها الفوضى الخلاقة الاقتصادية. أيوة. وجات سيرة أمريكا واللي حصل في أمريكا، وكان معنا بعض ضيوف وتعليقات على أمريكا والدولار ولعب الدولار، وانت ساعتها كنت استغربت الكلام اللي انا بقوله. انت حضرتك احنا بنتعرض دلوقتي لحرب اقتصاديه تحت مسمى الفوضى الخلاقه الاقتصاديه. هو الخارج مش عايز دوله مستقره خالص. الخارج عايزك دوله كده دايما في حاله من عدم الثبات عشان تتحكم في كل امورك. هدي لك مثل كلاما على انت مواردك الدولاريه كام؟ حوالي 95 مليار دولار. 35 مليار تحويلات مصريين، زيهم تصدير غير المواد البتروليه حوالي 10، 12 مليار سياحه، 8 قناه السويس. 95 احنا بنستورد بكام؟ ب 70 75 يعني عندي سيادتك 20 مليار 80 يعني عندي سيادتك 15 مليار دولار فائض موجودين من مواردك في الجزء اللي انت بتستورده. هو علامة الاستفهام، طب الفلوس دي بتروح فين؟ الدولارات دي بتروح فين؟ ليه دولة؟ نقطة تانية ومهمة جدا جدا والناس ما بتطفنش ليها، أنت الناتج القومي عندك حوالي 405 مليار دولار. تكلفة الناتج 405 ولا 50؟ تقريبا أنا آخر معلومة عندي 405. نعم. أيا كان 400. 400. تكلفة ال 400 250 مليار دولار. خد بس بال حضرتك، تكلفة ال 400 250 مليار دولار، عندك 150 قول 100 مليار دولار بيروحوا فين؟ هنا بقى هنيجي للي احنا عايشينه في السوق واللي بنشوفه. الأرباح الطويلة جدا للشركات الأجنبية، وأهلا بأي استثمار، أرباح ضخمة جدا 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 بيتم تحويلها بعيدة عن المصارف الشرعية اللي موجودة، وده اللي بيعمل أزمة في الدولار. أنا كسبان في لا بعض لا بس السنة. هو أنت من حقه يعمل. لا هو مش هيجي لك، انت مش عامل له قانون مين اللي ارباحه مش هيجي فيه يحولها؟ ما اهلا وسهلا بيه. اه بس ما بيحولهاش بعيد عن القنوات الشرعيه. آه. يعني الارباح بتاعته اللي هو بيكسبها ديت. نعم. واحنا ما بنقولوش ما تكسبش. ايوه. ليه بتهربها عن طريق الشركات الصرافه او غيره والشركات المتخصصه بعيد عن شركات الصرافه؟ نعم. بيديله اموال هنا بملايين الدولارات يوميا بتطلع بالطريقه ديت، بيسلموا الفلوس هنا مصري وبيستلمها وبياخدها منه دولار بره. دي معلومه ولا تحليل؟ لا دي معلومه، وانا عايشها على فكره. عايشها. آه. وعايز اقول لحضرتك احنا ما عندناش ازمه في الدولار. هي ازمه في التلاعب في الدولار والاتجار في الدولار. وده اللي السبب ايه؟ ان الدوله حطت بعض القيود من 2016 وموضوع التعويم. وانك انت فلوسك اللي جوه مش عارف تخرجها. اللي انت حطيتها بتاعتك انت يقول لك لا اصرف قد كده. ممكن قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعه. ما ينفعش، لازم ثقه المستثمر في المصري قبل الاجنبي. لان نعم. انا لو عندي مشاكل بتاع القرارات اللي صادرت بطريقه انا كمستثمر مصري لو عندي مشاكل طبعا هيسمع للي بره. طبعا ما انا بقول لحضرتك النهارده القرارات الايجابيه دي. آه. لما سمعت عندنا احنا على طول قلنا للشركات خلاص. الدنيا مشيت وبضاعتك خرجت وهتاخد فلوسك. اعمل لي الاوردر الجديد عشان ما توقفنيش، وخاصه ان احنا موضوع الصناعه بيمثل جزء كبير جدا من 75% من حجم وارداتك مواد خام وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج. والسلع الرأسمالية خطوط الإنتاج دي لو اديناها 10 يبقى كل الزيطة الخاصة بالسلع التانية اللي هي بيقولوا عليها سلعة استفزازية أو سلعة مش أساسية ما بتمثلش أكتر من 10%. في النهاية اللي احنا عايزين نقوله أنت بتتعرض وأنت بتشوف ناس كتير جدا بيطلعوا يدوا تصريحات لخلخلة الاقتصاد المصري. بالحسابات
بالحسابات اللي حصل في مصر في الفترة اللي سبق ديت لا ده انت دولة متطورة جدا، دولة عملت كل الامكانيات المؤهلة عشان تجذب بيها استثمارات في كل المجالات، سياحة، صناعة، تجارة، كل الانشطة اللي احنا متخيلين. هو في بنية تحتية اتعملت على مر السنين زي اللي فاتت دي. وبعدين الناس تقول لك ايه اصل انتوا صرفتوا 7 تريليون طب ما 7 تريليون النهارده لو احسننا تسويقهم وعرفنا نديرهم هيبقوا 15 تريليون. ليه؟ لان اتعملوا بتكلفه من 7 سنين فاحنا انا برد بس على اللي انا بسمعه. يقول لك انتوا حطيتوا ما هو لو ما فيش طرق ما فيش غاز ما فيش بترول ما فيش كل البنيه التحتيه دي ما حدش هيجي لك. هيجي لك يعمل مصنع ما عندوش كهرباء ولا ميه ولا طريق. هيجي يعمل في السياحه ولا والكلام. انا برد علشان الناس اللي بتحاول تقلل من المجهود البوزل ده لا. فعشان كده بقول لحضرتك في بقى في الخارج بيحاولوا يحجموا دور مصر في المنطقه وفي الاقتصاد ويخلوا الدور المصري مرتبط بيهم هم. عشان كده بقول لحضرتك احنا بنتعرض وبالفعل ولغايه النهارده لفوضى خلاقه اقتصاديه. ولولا ان الدوله متماسكه والناس بس عايزينها تفهم لازم نقف جنب الدوله عشان خاطر لو تمكنوا مننا زي ما حصل في موضوع الدولار. يمكن انا عايز هطرى على حضرتك مبادره بسبب موضوع الضغط علينا بموضوع الشروط بتاع صندوق النقد الدني في مبلغ متدني جدا ملوش اي قيمه. الارباح اللي بتطلع مننا كمستثمرين وانا واحد من الناس انا ممكن ادفع نسبه مني بالدولار بدل القرض بتاع صندوق النقد الدولي 350 مليون دولار. ده كلام فاضي لما تشوف دوله الناتج القومي 450 مليار دولار. لو كلامنا في 3 مليار دولار يعملوا كام؟ اقل من 1%؟ كلام يعني. احنا كرجال اعمال مصريين خايفين على بلدنا. شكرا يا صندوق النقد الدولي العام، شكرا يا امريكا برخامتك وبغلاستك وبالدولار. في زي ما كنت طرحت على حضرتك المره اللي فاتت ننوع التعامل بالعملات بتاعت الدول الاخرى، مش محتاجين الدولار ولا مزله الدولار ولا القرف الدولار ولا التعامل بالدولار ده. بوتين قال لك هنحارب الدولار هنكسر الدولار. احنا لازم نعمل زي بوتين. انت عارف بوتين بدا الحرب كان الدولار الروبل مقابل الدولار 150. نعم. دلوقتي بتتكلم في 60 65 رغم الحصار الاقتصادي وبيحارب العالم كله اقتصاديا وعسكريا وكل ما انواع الحرب بيحارب بيها. احنا عندنا امكانيات، احنا واقفين على رجلينا، عندنا امكانيات وقدرات كبيره جدا. بس يسمعونا بقى. طيب. يعني الناس دي يسمعونا شويه نقول لهم الحل ايه والاسعار تنزل ازاي وتوفير الدولار. ما احنا بنتكلم على الهوا مش بنتكلم سريا فبيسمعونا. لا احنا بنقول بمنتهى لا طيب. يعني يسمعونا في اللي احنا بنقوله. طيب خلينا نطلع فاصل وبعدين نرجع لعلاء بيه والدكتور كريم كمان، انه علاء بيه لما نرجع اتكلم على امبارح الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء بيتكلم على الاستثمار، بيتكلم على المستثمرين، نتكلم على ازاي ان احنا عايزين نعمل مثلا على سبيل المثال سياسه ضريبيه لمده على الاقل 5 سنوات ثابته، نقعد مع القطاع ده ومع المستثمرين ورجال الاعمال والصناعه ونعرف منهم ونسمع هل ده مفيد قد ايه. وايضا مناخ الاستثمار بالنسبه لنا النهارده بعد الحاجات اللي اتفكت كتير قوي وتاثيره على الاستثمار. في ناس بتعرقل اكيد، في كل حته في ناس بتعرقل اكيد، يعني بيحصل. بعد الفاصل ارجع مع حضراتكم وضيوفي الكرام. من شويه احمد بيه شيحه كان بيتكلم على انه في بعض الشركات ممكن تهرب فلوس عن طريق بعض الصرافه او كده، هل ده وارد ولا ممكن تبقى حاله او حالات بسيطه جدا لا تؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام؟ لان انت عامل قانون انه من حق المستثمر ارباحه ياخدها. يعني انا هتكلم حضرتك طبعا في مجال الصناعه اللي انا معني بيها او مسؤول عنها. اقدر اقول مثلا 99 ملتزمين وما يقدرش يعمل كده. يعني هو اي شركه النهارده ما بتقدم ميزانيه وبناء على الميزانيه لو شركه اجنبيه عندها مصري بتحوله الدولار بالسعر الرسمي ده قانون وبتحوله عادي جدا. قضيه ان هو ياخد فلوس بالمصري نتيجه اعماله وبعدين يبدلها دولار في السوق السوداء، طب ما هو يخسر. لا هو يبدلها بالبنك لان القانون بيتيح لها هذا الكلام. فاذا النهارده ممكن تبقى حاله بقى خاصه نتيجه الوضع السابق اللي كان غير طبيعي. يعني دايما اي وضع بيحصل غير طبيعي توقع منه نتائج تحصل غير طبيعيه وده وارد. انما الوضع العام اي مستثمر اجنبي موجود في مصر من حقه
ناتج اعماله يحوله بالدولار ويطلعه بره، هو حر. ده موضوع رسمي وقانوني وبيحصل لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، وبيحول بالسعر الرسمي بالمناسبه، ما بيحولش بالسعر. امبارح رئيس الوزراء كان بيتكلم على هنقعد مع رجال الاعمال مع المستثمرين عشان سياسه ضريبيه على الاقل 5 سنوات، بحيث انه يبقى الدنيا ثابته، وده يمكن طلب انه ما تغيرش الضرايب كل شويه على الناس، وده بيعمل ده. بتشوفوا هذا الامر ازاي وكيف يتحقق هذا الامر وفي جذب، لانه العالم كله النهارده والدول اللي حوالينا كله بيدي حوافز عشان يجذب استثمارات اكتر. طيب انا بس معلش عايز اقول النقطه بعد اذن حضرتك. دلوقتي لو جينا قلنا مصر دوله زي مصر، نعم، هل تعتبر مقومات الاستثمار موجوده فيها؟ سواء ارض، طاقه، عماله، قدره موجوده شرائيه، بوابه افريقيا. انا اؤكد لحضرتك انا بستثمر في مصر وافريقيا وشايف الموضوع ماشي ازاي. نعم. مصر دوله تعتبر مؤهله للاستثمار. طب ايه المشكله؟ طب احنا ليه المشكله؟ انا من وجهه نظري هي مشكله اجرائيه. انت عندك ازمه في الاجراءات، ازمه في طولها وصعوبتها وعدم فهم اجراءات ايه؟ كل الاجراءات من اول ما المستثمر بياخد الارض. انا بيجي لي حاجات يعني غريبه الشكل، تعقيدات جداً, جدا جدا. مستثمر راح يعمل توكيل بشهر عقاري، موظف الشهر العقاري قال له ما ينفعش تعمل توكيل لان الارض مش بتاعتك، هو مستلمها من الدوله. طب لو مستثمر بيسمع هذا الكلام، اذا النهارده في عندك الحته دي فيها مشكله. بتتكلم على واقعه حقيقيه ولا بتتكلم بشكل عام؟ واقعه حقيقيه نعم. وحصلت معايا انا بقى. نعم. فاذا النهارده لا في عندك مشكله. رئيس الوزراء بيتكلم على الرخصه الذهبيه، وانا اروح ليه؟ ما اروح مجلس وزراء في مكان هناك الرخصه الذهبيه. مع احترامي طبعا للرخصه الذهبيه. عشان تقدر الرخصه الذهبيه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ انا كنت عضو مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار، وشاركت في اعداد قانون 2017 بتاع الاستثمار. نعم. الرخصه الذهبيه دي معناها بوابه واحده، معناها ان حضرتك النهارده خدت الرخصه الذهبيه، كل الرخص جوه هذه الرخصه الذهبيه. عشان تقدر تعمل كده لكل حاجه. ده موضوع في منتهى الصعوبه. على الاقل دلوقتي. انا وجهه نظري في هذه التعقيدات، حضرتك بتتكلم انه في بعض التعقيدات، بعض الاجراءات. لازم النهارده. طب ايه المقترح؟ اعمل ايه المقترح؟ بالظبط كده. انا لازم النهارده اعمل مانيوال، كتاب، ورقه، اقول والله المستثمر خطواته لحد ما ينتج اهي، 1 بالطريقه الفلانيه، 2 بالطريقه الفلانيه، الجهه الفلانيه زمانها قد كده للانجاز، تاخد كام يوم او وقت قد ايه بالظبط كده. وهذه الورقه دي وثيقه. وثيقه. حضرتك جيت تستثمر عندنا في مصر. الوثيقه دي ما فيش مخلوق يقدر يغيرها. بالمناسبه قانون للاستثمار به اعفاء ضريبي. خلاص. نعم. ما تمش الاعلان عنه بصوره واضحه. نعم. عشان الناس تبقى فاهمه النهارده انت جاي تستثمر في مصر. عندك تاخد اعفاءات طبعا. ما ده القانون ده من 2017. نعم. تقدر تاخد 30% من تكلفتك الاستثماريه خصما من وعائك الضريبي. نعم. يعني اذا هناك اعفاء ضريبي، في حوافز اهي كويسه، حوافز ضخمه جدا. بس لم يتم الاعلان عنها بصوره حتى الموظفين الصغيرين ما يعرفوهاش. انت الحته دي. نعم. عندك فيها مشكله. اعمل مشاريع جاهزه. نعم. اعمل دراسات جدوى. تعال اقول للمستثمر الاجنبي اعمل افواج طالت تطلع النهارده. ملاحق تجاريه او غيره او غيره. يبقى عنده دراسه جدوى يا مستثمر. نعم. القطاع ده لو انت استثمرت فيه بالطريقه دي العائد بتاعك هيبقى كذا. بس لما اجي اقول لك كده لازم اقول لك هتستثمر فين. يبقى الارض اهي، مكانك هيجي بالطريقه دي، عمالتك اهي. زي بالظبط ما تكون بتقري واحد، تعالى عندي حط مليون دولار كذا، هتاخدهم كذا كذا بدراسه جدوى معتمده من الحكومه ولا يتم تعديلها ولا تغييرها. اللي هتكتبه كانه عقد بالظبط. حتى المانيوال اللي هتبقى ملتزمه بيه 100% 100%. ما بنهزر. هروح للدكتور كريم قبل ما نطلع فاصل اخير. الاقتصاد العالمي عام 23 رايح فين؟ انه حتى النهارده رئيسه او مدير الصندوق النقد الدولي بتحذر انه عام 23 عام صعب على العالم كله في كاقتصاد.
يعني طبعا تقرير افاق الاقتصاد الاعلامي اللي صدر من صندوق النقد الدولي في شهر اكتوبر تكلم قال لك ان الأسوأ لم ياتي بعد. طبعا يعني هم نظرتهم لعام 2023 ان المحركات الاقتصاديه العالميه هيكون فيها نوع من انواع الضرر، التضخم لازال موجود، روسيا اوروبا امريكا لازالت بتعاني من ازمات، يمكن حالات كوفيد في الصين زادت بشكل كبير. طبعا لما البنك المركزي الامريكي يرفع سعر الفايده وتهرول باقي البنوك المركزيه ده معناه تقييد شويه للنشاط الاقتصادي. لازال طبعا في توقعات ان هو ممكن يرفع كمان حتى وان كان بوتيره اقل ولكن طبعا ده معناه ان النمو الاقتصادي في العالم هينخفض طبعا. يعني هو بيقول ممكن يوصل 2% او ممكن كمان اقل من ال 2%. فده معناه طبعا ان السلع والمنتجات اللي بيتم انتاجها من الدول دي اللي هي تعتبر محرك الاقتصاد العالمي اللي الدول الناميه كلها بتستورد منهم هتقل، فبالتالي هيأثر على التجاره. ايضا لما المصانع الغربيه تتوقف او تقل نشاطها ده هينعكس على السلع والمواد الخام اللي هيستوردوها من الدول النامية. يعني أنا برضو عايز أقول في النهاية إن النظام العالمي هو نظام غير عادل برضو، يعني يمكن الدول النامية والدول الأفريقية ومصر منهم بندفع ثمن طبعا يعني الصراع العالمي والصراع بين التكتلات. طب الأزمات الدولية دي تأثيرها إيه على الاستثمار في مصر؟ طبعا يعني الاستثمارات العالمية كلها كقيمة انخفضت فبالتالي بتنعكس على الاستثمارات الوافدة إلى مصر طبعا. بالإضافة طبعا ان الاقليم في تنافس اصبح على المستثمر، مش انا بس اللي بطلب المستثمر. هو عندك المملكه العربيه السعوديه وعندك طبعاً الامارات وعندك دول الخليج. دول الخليج مدعومه بفوائدها البتروليه الضخمه ولاول مره احنا نشوف فوائد بتروليه بالشكل ده، لان احنا عارفين ان ازمه البترول يمكن دي رابع ازمه او رابع صدمه. دايما بينظر الاقتصاد العالمي او الغرب بيقول على اسعار البترول لما زاد ترتفع من 21 لحد دلوقتي اكتر من 50% من ثمن بينظر اليها كانها صدمه مربكه ومازال صدمه جاي كمان بالفعل ينظر لها انها صدمه مربكه. يعني يمكن احنا نتذكر في 73 ان سعر البترول زاد من 3 ل 12 دولار في سنه 78 و80 لما روسيا عفوا الايران والعراق والثوره الايرانيه. رفع سعر البترول من 12 ل 42. كان في صدمه مضاده في 86 اسعار البترول انخفضت ومن ضمن الدول اللي اتاثرت انذاك مصر. فاحنا الان امام صدمه للغرب في ارتفاع اسعار البترول. التضخم عندهم وصل الى اقصى طبعا عندهم التضخم يمكن 40 سنه ما حصل لهمش كده بالفعل. ونحن الان امام بقى ظاهره ان لاول مره ان كان دائما الغرب بينظر للصدمات دي ان هو ان دول الخليج هتيجي وتشتري مننا اسلحه، هتيجي تشتري مننا سلع ومنتجات. دلوقتي دول الخليج واللي متابع القمه الصينية العربية اللي كانت في الرياض من أسبوعين تقريبا إن حجم تجارة الأكبر مع الصين، وبالتالي الفوائد دي ممكن توجه للاستثمارات مع الصين، ممكن توجه وبالفعل لخطط التنمية في دولهم. فإذا يعني في أصبح شركاء تجاريين واقتصاديين جدد دخلوا المنطقة. وأظن أيضا يعني إن الفوائد الضخمة اللي عند دول الخليج ده هتبتدي تشجع وتدعم الاستثمارات عندها. هنوقف هنا عشان نطلع فاصل، بعد الفاصل سؤال لحضراتكم إزاي نقلل فاتورة الاستيراد. هو ده ملف مهم وعندنا معضلة وعندنا أزمة كبيرة جدا في مسألة 80 مليار دولار أو 75 مليار دولار استيراد. إزاي أقدر أقلب المعادلة؟ بعد الفاصل. قبل الفاصل سألت هذا السؤال، إزاي نقلل فاتورة الاستيراد وإزاي نشتغل على توطين الصناعة المحلية؟ إيه اللي مطلوب يتعمل؟ أنت في الآخر النهاردة عندك أزمة عالمية أثرت على العالم كله، أثرت علينا سلاسل وغير وغير وإمدادات وغير وغير، وبقت نقول برة. طب ما أنا أقدر أعمله إزاي هنا؟ هي المشكلة عندك هنا أن حضرتك المادة الخام المطلوبة للصناعة مش متوفرة في مصر. النو هاو اللي انت بتحتاجه مش موجود في مصر. صناعاتنا كلها بتعتمد بشكل كبير جدا على المكون الخارجي بشكل يتخطى في بعض السلع ل 80 و 85%. وابسط حاجه واسهل حاجه صناعه الدجاج. حضرتك بتجيب السماد من بره، بتجيب الجدود من بره، بتجيب الادويه من بره.
انت مجرد بتحط الحاجه دي في في المزارع المبنى الانشائي وبتبدا تصنع. يعني البيضه نفسها الست انواع الجدود اللي موجودين ما عندكش منها في مصر، كله بيستورد من بره. برضو اديك الرومي البط وهكذا. يعني انا بدي لك حاجه يعني الناس فاكره ان دي بتصنع في مصر، ما بتصنعش في مصر. في صناعاتنا احنا بنستورد اغلب المواد الخام والسلع البسيطه بنستوردها من اللي هي صناعه الالكترونيات. فان احنا النغمه اللي هي بتقول لا عايزين نقلل الاستيراد، ما انت هتقلل التصدير. لان انت حتى الجزء اللي انت بتصدره غير المواد الخام والمواد البتروليه كله بتستورد من بره. فحته ان احنا نقلل، ما فيش دوله في العالم بتصدر الا ما بتستورد. يعني اكبر دوله في العالم اللي هي الناتج القومي بتاعها الصين، بتتكلم الناتج القومي حوالي 15 او 16 تريليون. النهارده اعلنوا 17 تريليون. طيب ايه قفلوا 22 طيب. بناتج محلي 17 تريليون. بتستورد بكام بقى؟ بتستورد بكام؟ بحوالي 2 تريليون. بتصدر بكام؟ بحوالي 3 تريليون وكسور. فما ينفعش نقول لها ما تستورديش، لان لو ما استوردتش مش هتصنع ويطلع الناتج القومي 17 تريليون. احنا لازم ننفتح على العالم، نستورد التكنولوجيا زي التجارب اللي حصلت في اليابان بعد الحرب العالميه وفي الصين بعد اليابان. احنا نجيب المصانع دي زي ما نقول، وقانون الاستثمار يسمح لينا كده، تعالوا كل التسهيلات والتيسيرات اللي عايزينها هنعملها لهم، وتعالوا نتعلم منهم. انت بتصنع العربية ازاي؟ نقعد نتفرج. انت عارف ان اكبر مصنع في السيارات في العالم دلوقتي الصين، عندها 185 براند بتنافس في كل الفئات، العالي والواطي والمتوسط والسكوتر وكل الكلام ده. من ايه؟ الصين كانت لما بدأت في بداية الستينات ما كانش عندها اي خبرة ولا صناعة ولا غيره. جابوا اليابانيين وجابوا الاوروبيين وجابوا كل دول العالم ورؤوس الاموال، خدوا الخبرة، تعالوا التكنولوجيا اتعلمنا، وفضلوا يتعلموا مؤدبين واحنا هنشتغل عندكم. انا بروح مصانع في الصين دلوقتي هتلاقي الاوروبيين شغالين هناك، اليابانيين شغالين عندهم بعد ما كانوا هم الايد العامله، دلوقتي بقى هم راس المال وبيجيبوا البتاع ويستعينوا بكل. لغايه دلوقتي في شركات، يعني مثلا في عربيه بيصنعها اللي كان بيصمم رولز رويس شغال في مصنع من مصانع الصين دلوقتي، بيعمل لهم عربيه شبيهه بس بتطوير مصنع. فاحنا ان احنا عايزين نصنع كل حاجه، نصنع كل حاجه، ما يا ريت احنا نصنع كل حاجه، بس لازم تتوفر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه اللي عملتها الدوله زي الفل. انت عندك اسهل، انت عندك اسهل قانون استثمار في العالم، ومدي تسهيلات وتيسيرات مش موجوده في اي حته في العالم. المستثمر بيجي كل حاجه بنديها له، وتحويل فلوس زي ما قال علاء بيه وكل، ما فيش مشكله. انا بتكلم الجزء اللي هو غير مرئي يعني. انما حضرتك انت لازم عشان تعمل صناعه لازم يبقى عندك نو هاو، عندك تكنولوجيا، عندك صناعات اختراعك، انت عندك نسبة لا تقل عن 45% من مكوناتك. فنغمة تقفل الاستيراد دي هتضر التصدير على فكرة، وده اللي بيخلي يعني احنا لما حصل التكدس في المواني والبضاعة دي ما خرجتش، ايه اللي حصل؟ سمعنا اسعار واحتكارات والكلام ده كله لما فيش سلعة بديلة. انما بالعكس انا عايزين نفتح البلد لغاية اما نستغنى عن الاخبار، نقول لا شكرا خلاص انا مش عايز منك حاجة. طيب ده ملاحظات احمد بيشيح، ملاحظات حكى على ازاي نعمق الصناعة بتاعتنا ونقلل، مش هنقول نقفل، محدش قال اقفل، ولكن على الاقل تقل فاتوره الاستيراد. عمرنا ما جينا قلنا ان في حاجه اسمها اقفل الاستيراد. ده مش وارد. مظبوط. خلاص. بس لما تيجي تقول لي بس اقول اقلل ان 47% خلاص سلع وسيطه و11% خامه خلاص من جمله وارداتك. نعم. ده معناها ان انت بتجمع 47% وبتصنع 11%. ازاي تصنع ال 47 وتجمع ال 11 بمعنى؟ هل النهارده لما اجي اصنع فرشه سنان دي محتاجه تكنولوجيا؟ هل النهارده لما ابدا في الصناعات التي لا تحتاج تكنولوجيا؟ لما اجي اصنع جراب موبايل محتاج تكنولوجيا؟ لما اجي اصنع فرشه دهان محتاجه تكنولوجيا؟ قلم رصاص. 1000 منتج يمكن تصنيعهم مش محتاج تكنولوجيا. 1000 منتج ما تجيش تقول لي النهارده من اللي انا بستوردهم مش محتاج تكنولوجيا، اعملهم هنا. ده المناسبة بقى الصين حاليا عاملة عروض على الماكينات خلاص تقدر النهاردة حضرتك بدل ما تقترض اقترض ماكينات وسدد ثمنها بالجدولة. ماكينات اللي هتعمل هذه الانتاج ده ما عندكش مشكلة. ما عندكش ايد عاملة؟ لا عندك. لما نيجي نتكلم عن المشروعات الصغيرة اللي هي النهاردة تعرفها القانوني والشرعي والعالمي مشروعات قليلة التكنولوجيا، قليلة التكلفة، يعني معنى كده يسهل تعلمها، يعني معنى كده بكرة انتجها. اذا النهاردة انا ما قلتش في استيراد، ما انت لما تعمل فرشة السنان ما انت تستورد البلاستيك بتاعها.
خلاص عشان تتحقنه وتعمله. لما تيجي تعمل فرشة الدهان نفس الكلام. إنما لا يجوز النهاردة في ظل هذه الأزمات، ألمانيا لما وردت المكن بتاع الكمامات للصين وحصلت كورونا، ألمانيا قام فيها ثورة إزاي نعمل كده، وقررت إن حتى لو المكن بسيط لازم يكون عندي. إحنا في أزمة ما تضمنش بكرة في إيه. لما حصلت كورونا وسلاسل الإمداد انهارت، هتبقى أنت النهاردة ما أنتكش ما تعرف مش عارف تعمل سلاك مش ممكن. طيب. مداخلة من دكتور كريم فيما يتعلق ب إزاي ننهض بالصناعة وتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد. يعني طبعا أنا أتفق مع أحمد بيه وعلاء بيه، طبعا التكنولوجيا مهمة، ولكن التكنولوجيا دي هنجيبها منين؟ أنت لو قلت الشركة تعالي اديتين التكنولوجيا مش هتديك، لأن ده مجهودهم. فهنا نتكلم عن البحث والتطوير العلمي في مصر. الإنفاق على البحث والتطوير العلمي دي نقطة مهمة جدا. هي لا تتجاوز 1% من الحاجات بيقول لحضرتك عليها مش محتاجة، حاجات يعني بسيطة جدا. ما الأولويات هنا برضه والمكن بتاعها موجود في الصين جاهزين نجيبه. احنا هنا بقى نبص ايه يعني. الصين احنا قلنا أكبر ناتج، تاني أكبر ناتج محلي، 17.5 تريليون من الدولارات. صادراتها 3.4 وارداتها 2.7 مليار، عندها فائض تجاري ضخم. الصين احنا لو بصينا لشركاء مصر التجاريين علشان نقدر نتعامل مع دوله تدينا تكنولوجيا وتدينا الات ومعدات حديثه مش قديمه. الصين اكبر شريك تجاري لينا على فكره، بتصدر لنا ب 15 مليار بتورد لنا واحنا بنستورد منها ب 15 مليار. بيانات المؤتمر، بيانات الانكتاد، بياناتهم هم بيقولوا اكتر، بيقولوا 18 مليار بيصدروا لمصر، فده يعني فرق ضخم. تاني شريك تجاري لينا السعوديه 8 مليار تقريبا بنستورد منهم. ثالث شريك الولايات المتحده 5.5، ثم المانيا 4، ثم تركيا 2.5، ثم يعني فانت دلوقتي تركيا 7 ايه بينك وبينها 7. تركيا احنا بنستورد البيانات 2021 بنستورد منها 3.5 او 4 هم. انا بتكلم واردات فقط ليس حجم تجاره. 3 وشويه ماشي 3.5 تقريبا. طيب انت دلوقتي دوله زي الصين انت بتستورد منها ب 15 مليار، بتصدر لها بكام؟ بمليار، مليار وربع. الفرق شاسع. الكلام ده يا اخوانا ما يمشيش. مش معقول انا عشان انزل اجيب قطعه غيار سيارات في مصر غطا ريداتير صفيح على كاوتش باكتر من 100 جنيه طبعا. 100 جنيه يا دكتور ب 2000 جنيه 2000 غطا ب 2000 جنيه طب على العربيه على قد ايه؟ عربيه عاديه يعني دي تكنولوجيا تمام. فدي مش تكنولوجيا. طب ما تعملها. اذا فانت هنا تتعامل يا دكتور ما تعملهاش. ما ماشي تتعامل ما اعملها. الدوله بتتيح لك، الدوله بتتيح لك، بتقول لك وبتديك اراضي. مش في اراضي الدوله خصصيتها ببلاش يا احمد بيه؟ يعني لازم لنا المعلومه. ليه مش بعمل المعلومه؟ احنا مش بنعملها. ما نعملها ما عندكش المعلومه. انت بتستورد قد ايه وازاي تعمل هنا إيه؟ التعامل مع دوله زي الصين يا اخوانا الفرق التجاري، الميزان التجاري شاسع جدا لصالحكم. مجبره توطينا عندنا تكنولوجيا. احنا بنستورد منهم ملابس ومنسوجات بكميات كبيره، بنستورد منهم قطع غير سيارات، مجبره انها توطن عندنا التكنولوجيا او تدخل عندنا. بس يا دكتور معلش 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 سريع. طب سريع مفيش حاجه اسمها مجبره. الصين انت بتتكلم انت بتتكلم حجمك 15 مليار ولا وهي بتصدر بحوالي 4 تريليون. يعني هي اذا ما كنتش انت تقول لها تعالي عشان هي تستفيدي من عندي، تعالي اعملي مصنع عشان هنصدر افريقيا هنصدر المنطقه العربيه. لازم يبقى عندك شريك. يا سيدي ما تعمل انت. لازم يبقى عندك يا فندم. انت ما عندكش شريك. انا نفس الفكره يا اخوانا. هي نفس الفكره. طب صنع عربيه. وانا قلت لك صنع عربيه. اصنع ابسط حاجه العربيه. صنع عربيه. صنع تلفزيون. وانا قلت لك صنع. هو انا لازم لما اصنع الصاروخ يا فندم يا انت الإبرة. بتقول فرشه السنان ما بتصنعهاش ليه؟ بتقول خله السنان ده الاستيكه. انا هقول لك اديلك مثل هقول لك ليه ليه هقول لك ليه. واحد صاحبنا راح شارك واحد هندي عشان يعمل له الاستيكه، وبعدين لما الراجل بيض جيده وما شاء الله الشغل اشتغل كويس جدا، المصري قال له لا امشي. التركيبه بتاعت الاستيكه لما جه عملها بقت بتفرول، المصنع وقف. ادي النو هاو اللي انا بتكلم عنه. معلش لازم تتعلم النو هاو وبعد أنا كده راجل ماجستير في الهندسه إيه؟ فاهم بقول لك ايه يا فندم. انا عارف معلش استاذنك وعارف الصناعه بتاعت النهارده إيه؟ لا النهارده كل الصناعات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي صناعات بسيطه قليله التكنولوجيا ولا نقدر. تحتاج تكنولوجيا نقدر. يعني احنا نقدر اعمل لي مصنع فرص سنان. نرجع لشركتنا إيه؟ انت اعمله انت اعمله وانا هاخد منك انتاجه كله يا احمد بيه. ما ده اللي انا بقوله. يعني انا بقول مشروعات صغيره ما نعمل يا دكتور. إيه عشان تعمل يبقى لازم الدوله تيجي تقول والله انا بستورد 2 مليون فرش سنان، احمد بيه المستورد لفرش السنان اهو هو هياخدها منكم اعملوها في الحته دي والمكنه بتاعتها اهي. او فكره ثانيه اللي احنا ننقل بيها التكنولوجيا من مصر باثناء قصه الصين، ان الصندوق السيادي يستحوذ على حصص حاكمه للشركات التكنولوجيه في البورصات الغربيه. شرفتوني. شكرا. اشكركم.
شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، شكرا. محتاجين كتير ملفات خاصة بالصناعة والاستيراد، فواتير والبضائع والأسعار، دي الملفات اللي هي شغلة الناس. فيمكن النهاردة أول جزء، أكيد إن شاء الله يبقى لنا إيه آخر أجزاء. كلمة عايز أقولها بس، أنا عشان يحصل استقرار اقتصادي في بلدنا لازم نبعد عن أمريكا والغرب. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة إن شاء الله. صباح الألف خير.